والله العظيم ربنا يعلم الحاجات دي بتعمل لي مشاكل كتير. يا جماعه انا اسمع حد لو جيت على الساعه، انت مش على الارحام هو اللي طلع ساعه. انا الساعه دي هزق معايا جامعه ثانيه في يوم ثاني، ان طبعا ده يوم ثاني. انا عندي مشكله جامعه ثانيه تجيبوا راجعه في ثلاث جامعات. يا عبد الله خلصت خلاص، لسه في اثنين كمان شغالين دول. هنجلس بقى مع بعض، يلا مع كل سامي لو ساعه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب يلا مع كل سامي يلا. اسكيم يعني يا جماعه عشان اسمع يا مروه، قلت لها انت تقول يا دكتوره، دكتوره اسكيم انفكشن يعني ايه؟ انتوا عندكم الانفكشن يا جماعه من الامراض، حد حاول يقراها الانفكشن قبل كده؟ مجرد اللي حاول يقراها حد، اي حد، مفيش حد حاول يقراها؟ وانت تقولش اي حاجه، مفيش اي ماده تقراها؟ لو مثلا افترضنا مروه حاولت تقراها وهي بتقلب الصفحه هتكون ناسياها، بتقلب الصفحه، فانا هخليك تقلب اي انفكشن ازاي ان شاء الله بظبط. بصوا يا جماعه سبوره يا جماعه الانفكشن السكيم اللي قدامكم ده يا جماعه سكيم لكل الجامعات مش كل الموضوعات عليكم، فركز معايا عشان اشيل حاجات. السكيم ده معناه ببساطه ايه؟ انت عندك في الانفكشن كلها يا جماعه 45 بوست بيجنت، عندك 45 ريزرفوار، 45 بوست ترانسميشن يا عبد الرحمن، 45 كليكال بيتشر هيدخلوا في بعض، هخليك تقلب اي كليكال بيتشر في الدنيا واي ريزرفوار في الدنيا، هتكلم بسرعه انا عوض الوقت اللي فات، لو عملت مشكله مع الجداد تيجي تيجي هتتعودي زيهم، كانوا اول يوم مخطوطين كده، شويه هيتعودوا ان شاء الله. يا جماعه ببساطه، ببساطه خالص هقول بس بالتفصيل. ونعوض الوقت اللي فات وناخد نفس الكم ان شاء الله باذن الله، كل سنه بيصوا عليها مره. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا دكتوره ببساطه بعد ما تاخدوا السكيما يا جماعه هعمل النهارده معاكم حاجه كنت محتاج لها وقت. ايه بقى؟ هضرب عصفورين بحجر. انا في اي جامعه بشرح السكيم بس، انتوا معاكم في جامعه الحمد لله بشرح تفاصيل كامله، فهشرح السكيم والايبيديميولوجي المقدمه بتاع الانفكشن، ده لازم يجي منها سؤال زي الانفكشن. الانفكشن هيجي منه كيس والمقدمه هيجي منها سؤال، فهشرح المقدمه. طب اشمعنى المقدمه يا دكتور؟ اصل المقدمه هي اللي بيطلع منها السكيما، انا ضربت عصفورين بحجر. اشرح النظريه والتطبيق بتاعها، فهمنا الفكره ولا لا؟ المقدمه صفحه 48 في بارت 1 اللي عايز اعرف مكانها فين. ثم حاجات متوزعه في تشايلد بارت 2 والكلام ده هنتكلم فيها مع بعض. هاتوا المقدمه صفحه 48 عشان الناس عارفه مكانها فين مع بعض الاسكيم. اسمعوني بقى يا جماعه، ايه الفرق بين المقدمه والاسكيم عشان الناس عارفه ووعي للكلمات؟ كل ما يركز معايا دكتوره، يعني مثلا هتلاقيه يشرح الكارير في صفحتين، لكن لما يجي يشرح الكارير بتاع التيفويد اشرحه في سطرين، لما يجي يشرح الكارير بتاع الدفتيريا اشرحه في سطرين، لما يجي يشرح الكارير بتاع اي حاجه في سطرين. اذا السكيم هو المستخلص من الموضوع اللي هيشرح في الانفكشن. يعني في كارير في الجنرال وكارير في الانفكشن، كارير الانفكشن مش هكتب فيه كل الكارير بتاع النظريه، هكتب بس اخد بينها بعض الموضوعات اطبقها في قلب الانفكشن، فهمنا الفكره ولا لا؟ عشان ما حدش يقول يا دكتور ده في اتنين كارير، الكارير اللي في السكيم بتاع الانفكشن اللي قدام، الكارير اللي في الجنرال بتاع النظريه اللي هيشرح فيها التقسيم كامل ده، في حساب جاهز الكلام؟ يا جماعه هنبتدي ورق السكيم الاول واحده واحده، كل سنه وانتم طيبين، الله يتكلم بالراحه ان شاء الله، اول ما احتاج الى عبد الرحمن لو كل واحد ساكت ومصطفى مش موجود النهارده. حاجه سعيده جدا، يلا مع كل سنه يا جماعه وانتم طيبين، الله يتكلم بالراحه. هناخد اول حاجه بالراحه خالص اهو، الانترودكشن المقدمه مش في كتابنا. وبالتالي اقطعها مش جايه في الامتحان ده في السكيم. ناخد بقى الكوست بايجنت، هخليكم تالفوا يا بنات بنات، هخليكم تالفوا سبب المرض، اي مرض في الدنيا مهما كان نوعه. السكيم ده يا جماعه اذا كان ليا مثلا 2000 اضافه للانسانيه فدي اهم اضافات الانسانيه، يعني اهم ما اخترعته في الحياه، فكله يركز معايا تمام عشان دي جمله مهمه جدا. بص يا جماعه، حاجه اسمها البوست ايجنت لو قال لك سبب مرض الكربنطه، سبب مرض الاستباحه، سبب مرض الدفتيريا، ما تذاكروش على ضمانتي بعد ما تاخد المعلومه دي، خليك تالف المنهج كله بلا استثناء في المنهج كله. خد بالك يا جماعه، حصه النهارده مش سكين بس، حصه النهارده هشرحها بطريقه برضه زياده. يا دكتوره هجيب الانفكشن بالعرض كله، يعني معنى لو في استثناء هيقابلني هبقى دلوقتي حالا. لو قال لي ما سبب مرض الكربنطس اللي معانا اول مره، اول ما اقول الكربنطس او الاستباحه سيبها قاعده عامه. لو قال لي قول لي يا ابني سبب مرض الكربنطس، بسال نفسي ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، هو بيشتغل بنفسه ولا بيشتغل بالتوكسين؟ اعرفها ازاي يا جماعه؟ يعني ايه بيشتغل بنفسه؟ يعني الاورجانيزم ماشي نخور في التيشوز، يعني ايه بيشتغل بالتوكسين؟ يعني واقف في مكانه بيبعت توكسيميا، اعرفها ازاي؟ هديك سكيمتين، عندي خمس امراض بيشتغلوا بالتوكسيميا، مين الخمس امراض بسرعه واللي مش هيلحق يكتب بعد الحصه؟ اي واحد فاتوا الكتابه بعد الحصه، هم الدفتيريا وانهم قبل كده مره زمان، هم التترس، هم الجاز جانجري، هم البيتيوليزم، هم الاسكارلت فيفر، يعني الخمسه دول بيشتغلوا بالتوكسينيا، يبقى اي حاجه غيرهم يلا دكتور بسرعه بيشتغل بنفسه. دفتيريا، تترس، دفتيريا، تترس، جاز جانجري بيخزن معلومه في دماغك، وبيتيوليزم واسكارلت فيفر. تاني يا جماعه، تاني لو عايزين نشرح لكم سكيم بس بلا تجميعات انت اللي خسران. طب التجميعات عيبها ايه؟ الكتابه كتيره جدا، اي حد يقع منه حاجه بعد الحصه وعدها اكملها لك. يبقى عندي خمس عشان تجيب تجميعات يا مروه، اللي هيتاكد يا مروه بحرام عليه، عندي خمس مش وقت، عندي خمس امراض بيشتغلوا في التوكسينيا. في حاجه صعبه؟ دايما يا بنات عندي سكيمتين يا دكتوره، عندي سكيمه الدكتوره اللي سامحاها، سكيمه سريعه وسكيمه بطيئه، السكيمه البطيئه علميه، السكيمه السريعه فيها يعني ممكن تخونك بس بتنجز معاك. بص بقى السكيمه الثانيه، اي مرض فيروسي ما بيفرزش توكسين، يبقى اي مرض فيروسي بيشتغل بنفسه، وراح دماغي.
اي مرض بقى الاسكيما ده نتاكد اهو اي مرض معظم منك فيروسات معظم منك فيروسات اي مرض فيروسي ما بيسلوش يبقى اي فيروس بيشتغل بنفسه. طب لو طلع بيشتغل بنفسه اكتبها له في الامتحان ازاي؟ اكتب له كوز ديفال هذا المرض بيحصل بيه. بص يا دكتور بقى اسم المرض زائد هو فيروس ولا باسيلاي ولا كوكاي. واحد يقول له دكتور تطبيق هيجي يقول لك يا جماعه هو الاستريبت بتحصل ازاي؟ كوز ديفال ستريبتوكوكاي. هو الميسز بتحصل ازاي؟ كوز ديفال اسم المرض ميسز فيروس. هو الروبيلا بيحصل ازاي؟ كوز ديفال روبيلا فيروس. هو المامبس بيحصل ازاي؟ كوز ديفال باي مامبس فيروس. احسن حصه تسمعها في حياتك من دكتور دكتور تتخرج. وعلى فكره يا جماعه لو ركزت يا دكتوره ان شاء الله يا دكتوره في هذه المهاره دكتوره يا رب تشيل ان شاء الله مش بنحصل اي دعوه. لو ركزت يا جماعه في هذه المهاره اسمعني بقى يا جماعه اقسم بالله طالب في طنطا ركز في هذا الكلام وعمل لزمايله في كذا اسبوع في الشرع اسكي يا عم طلع زي اسكي توكسو لو اتعلمت هذه المهاره كل بقى معايا. طب لو طلع بيشتغل بالتوكسين يكتبها ازاي؟ يلا مع الله. لو طلع بيشتغل بالتوكسين يكتبها ازاي؟ ايه كوست بقى يا دكتور سرحان يا دكتور اهم الورق شايفك مع الله. قايل لكم المره اللي فاتت يا جماعه اي حد ناقص ورق يجيبه قبل الحصه قبل الحصه. الولد ده بقى له شهر هنا شكرا يا عبد الله. بس خلاص بقى يلا يا جماعه يا دكتوره شكرا يا عبد الله يا دكتوره دكتوره يا جماعه لو قال لي يا جماعه لو طلع بيشتغل بالتوكسين اكتبها ازاي يا دكتوره؟ دكتوره لو طلع بيشتغل بالتوكسين اكتبها ازاي؟ دي صعبه اساميكم عشان ادي على واحد واحد يبقى عارفه. يا جماعه لو طلع بيشتغل بالتوكسين اكتب له بالظبط كوز باي اكس توكسين سكريتد باي اسم المرض. واحد يقول اديني مثال الدفتريا بتشتغل بالتوكسينيا هتربط معانا دلوقتي. اقول له كوز باي اكس توكسين سكريتد باي يعني اكس توكسين سكريتد باي دفتريا مثلا. لو طلع بيشتغل بالتيتانوس اكس توكسين سكريتد باي تيتانوس باسيلال. لو طلع بيشتغل باي حاجه كوز باي اكس توكسين سكريتد باي كوليستيريا بكتيريا مالوكتيريزما. في عصا كده هذا الكلام كده خلصنا هذه المعلومه. اسمعوني بقى يا جماعه هعمل لك حركات تميزك عن اي طالب في الدنيا خليك تسمي التوكسيك يا دكتور. هو انت ممكن تعمل سكيما لاسامي التوكسين؟ اه خليك ذكي. لو كتبت اكس توكسين افتح قوسين واكتب مع اسم الاورجان اللي بيأثر عليه زي كلمه توكسين يعني ده نيورو توكسين ده انتيرو توكسين ده حتى تنطيط. يعني مثلا مع البيتيوريزم ده نيورو توكسين اما الستاف فود بويزنج ده انتيرو توكسين. فهمنا الفكره ولا لا؟ بيأثر على ايه؟ انا كده خلصنا من اسم الاورجانيزم يا جماعه. تاني بص يا دكتوره اللي انا متاخره ترقط معانا دلوقتي حالا انا اول معلومه اتكلمت عليه ان هذا المرض عايز اقول سبب المرض بتاعه كوز ديفال. ثم المعلومه الثانيه حاجه اسمها ريزيستنس قوه تحمله خارج الجسم. في حد يا جماعه في جماعه بالمناسبه انتوا اقل جامعه في الدنيا درس انفكشن كويس كله بقى يركز معايا عشان اديكم معلومه اقسم بالله اول مره اسالك سنتين ثالثه ورابعه وهيفيدك الاسكيم ده يا جماعه. افتكروا مني الجمله دي وانت في خمسه ان شاء الله وانا الاسكيم ده وانت في سته تاني. اي انفكشن يقابلك مدى الحياه حتى في الماجستير ترجع لازم ورق. بص بقى الريزيستنس اي اورجانيزم في الدنيا قوه تحمله حاجه من ثلاث يا اما مودريت ريزيستنت يعني مستحمل اسبوع يومين ثلاث يا اما ديليكت خلق يستحمل ساعه بالكثير ويموت يا اما هايلي ريزيستنت يستحمل 200 و300 و400 و500 سنه. واحد يقول طب انا اعرفها ازاي؟ ده 45 انفكشن في المنهج الدكتور اللي معانا اول مره هعلمكم المهاره عشان تعلموها. لو قلت القاعده يعني ده القاعده ما لونهاش في الكتاب اللي يا جماعه معظم الميكروبات كده عندي استثنائين اثنين ديليكت وعندي استثناء واحد هايلي ريزيستنت وبالتالي لو الاستثناء اصدر معلومه يا جماعه قلتها في اول حصه بس ليكون الناس يا دكتوره ما خدتش بالها. اسمعوني بقى يا جماعه اشتروا قلم الوان ماركر لون خاص للانفكشن هتلود اللي بره السكيم بس مش المهم بمعنى هتلاقيه في كل انفكشن اللي هو لك ثلاث اربع كلمات في الامتحان هتراجع الانفكشن كله في ساعه يعني كله سكيم ما عدا الجمل اللي انا ملونها دي كله سكيم في كل حته ما عدا الجمل دي. فهمناها ولا لا؟ انا لون خاص للانفكشن يا جماعه انا هلون مين؟ هلون الديليكت هلون مين؟ هلون الهايد ريزيستنت لكن اي اورجانيزم مودريت انا عارف انه مودريت. مين يا جماعه الديليكت اللي في المنهج؟ ميزلز ومننجايتس. في العلم اربعه بس انتوا عليكم ميزلز ومننجايتس الخير. طب اللي عايز اعرف الاربعه اللي في العلم يا جماعه ميزلز مننجايتس سيفلس جونوريه. الاربعه الديليكت اللي في العلم ميزلز مننجايتس سيفلس جونوريه ادي الاربعه الديليكت. طب الهايلي ريزيستنت تخليكم اذكياء يا جماعه اي حاجه بتعمل سبورس تتحوصل ادي الهايلي ريزيستنت. كل مركز معايا اي اورجانيزم يا جماعه يتكسر ازاي؟ المعلومه رقم ثلاثه اسمها ديسترويد باي. لسه عايز ادخل سكيمه تقيله ديسترويد باي يا دكتور يعني كلمه ديسترويد باي يتكسر بيه اي اورجانيزم بيتكسر معاه اللي بركز معايا بيتكسر بحاجتين واحد واثنين واحتمال ازود رقم ثلاثه واحتمال لا. اي اورجانيزم بيتكسر بالحراره بالتسخين يعني لو عندي حقنه يا دكتور لو عندي حقنه عليها اورجانيزم وسخنتها اموته ثم الصابون ديس انفكتنت اي ماده معقمه احتمال ازود رقم ثلاثه واحتمال لا. انت زودها هيحسسوها كده يا جماعه احط كلور على الميه يبقى مش امراض الدروبليت لان مالهاش علاقه بالميه يبقى مش امراض الارثروبود لان مالهاش علاقه بالميه يبقى مش امراض الكونت يبقى امراض مين مالها علاقه بالميه؟ الفود بورن. بس ببساطه يبقى امراض الفود بورن ازود الثالثه علاج بالثلاثه بيتكسر بالهيت والديس انفكتنت والكلورنيشن اوف ثم تعمل حركه وسمعت تعليم دايما
السكيم لو بتعمل، بص يا جماعه عبقريه السكيم ده، بص ليه اكتر من ميزه، من ضمن المميزات بتاعته حاجه غريبه جدا، ايه بقى؟ ان مش بتكتبوا زي بعض، لانها مش جمل محفوظه، ده طريقه تفكير هتكتب زي الكتاب، يعني دي يا جماعه تخليك تقرا اللي في الكتاب بس طريقه تفكير، لكن مش اي جمله محفوظه، ثم تعمل حته للتنطيط كده عند الطلبه، ايه بقى حته للتنطيط؟ كل الفيروسات اللي في المنهج ار ان ايه، الا واحد بس في المنهج دي ان ايه هو هيباتيتس بي فاكسين. تقوم عامل له حته تنطيط، لو طلع حصل فيروس فيروس او للاسف لو طلع مايكروب فيروس تقول له ار ان ايه، الا عند هيباتيتس بي تيجي تقول له ده دي ان ايه، بس دي حته للتنطيط يبان ايه بقى؟ ده مش سكيما بقى، ده واحد قاري بالتفاصيل الدقيقه، لدرجه يا جماعه انها مش متابعه، لدرجه ان الحته الصغيره دي يقول لك ده عندي ابن مرجع العالم عامل البرزنتيشن دي معلومه دقيقه وصغيره، اي فيروس ار ان ايه في المنهج الا واحد بس دي ان ايه، كده خلصنا يا جماعه من كورس البي، لحظه دكتوره بقى اللي داخله متاخر، الدكتوره تركز معانا والدكتوره اللي ورا، لو اتعلمتوا هذه المهاره يا مروه اسالكوا سؤال بما يرضي الله يا دكتوره، سؤال بما يرضي الله، كم واحد فيكم يا جماعه ذاكر حاجه في المنهج رابع بقى النهارده بستريس رهيب، فالناس تنجز معايا؟ انا خليني اتكلم بسرعه. يا جماعه حد معايا دكتوره، كم واحد فيكم ذاكر اي ماده وبعد ما ذاكر بيومين نسي الماده في الماده؟ كم واحد بعد ما ذاكر اي ماده في الحياه بعد ثلاث سنين نسي الماده؟ كلكم انا خليك تخترع الماده قبل ما تذاكرها، الف دلوقتي حالا وروح البيت شوف هتالف اكتر من الكتاب ولا ايه يا جماعه؟ مين يقول لي الكوست الايجنت ديسكاس الكوست الايجنت بتاع الميسنس؟ خلي بالكوا معايا عبقريه السكيم كمان في البروبلم اكتر، في ليه؟ اي بروبلم مهما كان نوعها هتجاوبها من غير ما اذاكر. لان انا ضامن على الاقل في كل حاله 20 30 سطر، اديكم مثلا ده سكيمه صغيره كمان مش سكيمه كبيره، مين هيسمع لك بقى الكوست الايجنت بتاع الميزز كوست باي ميزز فيروس الريزيستنس بتاعت ديليتي ديستروي الباي هيت اند ديسانفكتنت ار ان اي فيروس. مين هيسمع لك يا جماعه عشان تطبق دكتور ايه ده اطباء عشان تطمن دخلت معانا في المونيت الدكتور لسه داخل حالا. حد يا جماعه يقول يلا ديسكاس الكوست الايجنت بتاع المامبس يا جماعه هو عباره عن كوست باي مامبس فيروس ار ان اي فيروس يا جماعه خلاص اهو ديستروي الباي الريزيستنس موديليتي ريزيستنس ديستروي الباي هيت ديسانفكتنت. مين هيقول لي بتاع التايفويد؟ تايفويد باس اللاي، مش بقى سيبها، تايفويد باس اللاي، بوست باي تايفويد باس اللاي، الريزيستنس تحت الريزيستنس ديستويد بالثلاثة، وطبعا مش فيروس مش عارف ايه ده بكتيريا، في حسب جهاز الكلام، كده خلصنا السكيما الأولى، ناخد السكيما الثالثة عشان برضه سهلة، أنا مش عايز أخد كده لأن لسه متوتر يعني شوية، عشان اللي حصل ده فناخد السكيما الأول بتاع الكلينيكال بيكشر، يعني ناخد الحاجات الأول بسيطة، ثم ناخد الريزرفوار التقيل، الكلينيكال بيكشر صفحة كامل فتحه يلا. يا جماعة هخليكم تالفوا اي حاجه بصياعه رهيبه، اي انكيوبيشن بيريود طنشها على ضمانتي الا الادي، بصوا يا جماعه محتاج من ارقام كمان، كده محتاج من ارقام، عايزين تالفوا اي انكيوبيشن بيريود؟ يا جماعه اكتبوا ورايا بقى، اي فيروس دروبلت انفكشن 18 يوم. يعني اي مرض فيروس ودروبلت 18 يوم، يبقى يا جماعه مامبس 18، روبيلا 18، فاريسيلا 18، سمول بوكس 18، اي فيروس دروبلت 18 يوم. اي بكتيريا دروبلت من 2 ل 7 ايام. اي بكتيريا دروبلت من 9 ل 1 كيلو دكتور رحت قريت الكتاب لقيتها في الكتاب من 2 ل 3 ويكس ما بين 2 ل 3 ويكس متوسطهم 18 ما هم 14 يوم ل 21 وخدتوا قاعده المتوسط 18 اللي هو الفيروس لا ده كان فيروس دروبلت البكتيريا دروبلت من 2 ل 7 البكتيريا دروبلت من 2 ل 7 ثم بص يا مروه تاني انكيوبيشن بيريود تحفظوها زي اسمكم لان مقررتها مهمه الفود بويزنج اتسموا الغذاء اشمعنى؟ اصل انا بعرف هو ستاف ولا سلمونيلا ولا بكتيريوس على حسب الانكيوبيشن بيريود تاني انكيوبيشن بيريود المنهج كلها بطلعها قدامك مش كل الانكيوبيشن بيريود عليك اي انكيوبيشن بيريود غير اللي قلتها ارموها خدت كام انكيوبيشن بيريود اي فيروس دروب 18 يوم مفيش في التعدي انا بديك كده عشان تبقى لطيف شويه ثم يا جماعه اي بكتيريا دروبلت من 2 ل 7 ايام ولا يتكلم لاي 7 عشان يدي اللي جنبه همشي اللي جنبه مش هو شخصيا يعني بمعنى ببساطه يبقى من 2 ل 7 ايام ثم يا جماعه المقارنه بتاع الانكيوبيشن بيريود بتاع الفود بويزنج مهمه جدا ليه؟ بص يا جماعه انا عندي ثلاثه بيعملوا تسمم غذائي ستاف وبيتيوريزم وسالمونيلا تعرفهم ازاي؟ اعصر واحده فيهم ستاف فلو واحد بطنه وجعته بعد الاكل بساعتين يبقى ستاف لو واحد بطنه وجعته تاني يوم بعد الاكل يا سلمونيليا بيتوليزم يبقى مقارنه الانكيوبيشن بيريود مهمه النهارده هديك حصه من امتى الحصه استمتعوا بيها عشان تعرفوا محتاج ايه وقت ومزاج كل بقى معايا كده خلاص اللي اسمعني بقى يا جماعه مره طالب في القصر هنا دكتور اتحداني والله قال لي يا دكتور وانا بقول كده في سكيما كده مش هتبطل طبعا انت بس واخد بالك في سكيما يا دكتوره 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 ربنا يسامحك يا دكتور في سكيما يا جماعه لاي كلينيكال بيكشر في الدنيا بصوا معايا على السبوره خليكم تالفوا اي كلينيكال بيكشر في الدنيا عامله ازاي ثم ارجعوا للكلام ده يعني يقول لي يعني تاني يا دكتور اي كلينيكال بيكشر في الدنيا عباره عن جزئين يديكم مثال الجزء الاول الاعراض التافهه الجزء الثاني الاعراض المميزه دكتور لي ازاي تيجي تتخيل هو لو واحد فيكم لا قدر الله عنده التهاب رئوي بيبتدي من اول ثانيه كده التهاب رئوي ولا يبتدي من اول كحه ويبتدي من اول دوخه ويبتدي من اول جسمه يتكسر اعراضه المميزه يبقى اي مرض في الدنيا الاول برودروما ازاي دكتور برودروما اسمها الاعراض الانذاريه ثم المرحله الثانيه الكاركترستيك المميزه طيب يا دكتور اي برودروما في الدنيا عباره عن ايه؟ كل بركز معايا اي برودروما في الدنيا عباره عن فهم فيبر وانلوكسيا وهيدك وماليز ثم
تاني حاجة هات الفيبر، لو طلعت الفيبر ده شكل معين هات من الانزل، ثم رقم 4 الباثولوجي. واحد يقول لك ما انا مش فاهم، هو انت ممكن تخليني اقلل في التفاصيل؟ في اي مرض؟ لان انتوا يا جماعه ما انتوش كائنات متامله. مش قلنا الفرق بين الانسان والكائنات الاخرى ان الانسان كائن متامل؟ يعني متامل يا دكتوره؟ يعني عنده ربع ساعه في الحياه تطلع تتاملي، يعني كل واحد كده عنده جزء من يوم الراحه يقف يتامل في الدنيا. بصوا اديك مثال، انا في مره من المرات تاملت، تيجي اتامل الانس بتاع المرض حاجه من الاثنين، يا صادم يا انسيدوس. كلمه صادم يعني عارف في البدايه الثانيه، كلمه انسيدوس يعني مخادع، يعني دخل في وسط المرض من غير ما يحس. يعني يا حاج هو المرض النهارده اللي انت جاي تشتكي منه ده بدا امتى؟ مش عارف يا دكتور، ما خدتش بالي قوي. يعني بدا امبارح؟ لا يا دكتور مش امبارح، اول امبارح؟ مش اول امبارح. ما ينفعش يا حاج، والله ما انا عارف يا دكتور. اما يا جماعه بصوا، انت اللي عارف المرض ده ازاي؟ انت اللي عارف بدايه المرض بالثانيه لو اول عرض سمير. طبعا ما هو لو اول عرض سمير هتقول انت سخنت امتى يا حاج؟ يقول لك سخنت من 4 ايام الساعه 12 ونص و5 بالليل، صحيت من النوم لقيت درجه حرارتي 40 درجه مئويه. في حاجه ما مش هاخد باله النهارده درجه حرارتي 40 درجه مئويه؟ اما درجه حرارتك 38.5 وصلت لوزان، اديكم سلام جلسوم. لو واحد جاي العياده النهارده عنده لا اشبوع على جسمه، بقول له يا حاج المرض بدا عندك امتى؟ لو درجه الحراره 40 هيقول لي من 4 ايام اهو، الساعه 12.5 و5 بالليل لقيت درجه حراره 40 بغلي، جيت لك جاريه. سواء بقى، اما لو كانت درجه حراره 38.5 يا جماعه بيعمل ايه؟ يبتدي يفسرها، لا ده مش سخنه، ده اكيد النهارده عشان القاعه كانت زحمه، ده اكيد النهارده عشان اليوم كان متعب، ده اكيد النهارده عشان مراتي زعلت لي، ده اكيد النهارده عشان كنت متعكنك في الكليه. يبتدي يفسر تفسير مختلف. اديكم مثال، معظمكم بيعمل كده في البارد مش الانفلونزا. عارفين ازاي يا جماعه؟ اول يوم في البرد جسمك يكسر، تقول لا ده مش برد، اكيد انا ما نمتش كويس. تاني يوم يا جماعه تلاقي جسمك مكسر، لا ده مش برد، ده اكيد انا عندي مشكله صغيره عشان في الكليه النهارده نرفزوني. تالت يوم ايه ده، انا سخنت برد بقى بجد. فتدخل في وسط المرض من غير ما احس، طب انا هتسال ازاي يا جماعه؟ بصوا انا متعلم كده، لو كان العرض الرئيسي هاي يبقى الانس صادم، ما هو عارف البدايه. لو كان العرض الرئيسي لو يبقى الانس انسيدوس. لحظه، طب انا وعدتكم وعد يا جماعه النهارده اللي داخل متاخر يركز معايا ولسه ما اعرفش اسلوبي، ايه الوعد اللي وعدته بقى؟ وعدتك مش هتحفظ اي حاجه، كل حاجه هتبقى بالاختراع وبالتاليف من غير ما تحفظ. واحد يقول يا دكتور ازاي؟ انت ممكن تخليني اخترع لوحدي في فيبر هايبر لو في المرض؟ لو تاملنا يا شيماء، بصوا يا جماعه ربنا بيخلق كل حاجه متناسقه. يعني يا جماعه ربنا بيخلق كل حاجه متناسقه؟ ربنا خلق مرض المينينجايتس القاتل. هل يا جماعه مرض المينينجايتس القاتل مثلا هيبقى واحد وشه احمر وشه احمر، ايه؟ كل حاجه في قاتله. هيبقى الفيبر هاي وكل حاجه في قاتله. اما يا جماعه تقعدوا تعملوا كده في البيت والله العظيم، تقعد مع نفسك في يوم من الايام يا هشام، تقعد تعمل ايه بقى يا شعبان؟ تعمل ايه بقى؟ هتامل مرض المامبس. هو المامبس الفيبر فيه لون ايه؟ شغل كنت بعمله وانا صغير؟ طبعا المامبس لازم الفيبر تبقى لون، لان ربنا بيعمل كل حاجه متناسقه. ايه المشكله يعني لما واحد يقول لي ورمه؟ ده حتى فرصه حلوه ياخد صوره للذكرى وهم ورميين، وبالتالي ده مرض تافه جدا. ايه المشكله اللي فيه يا جماعه؟ وبالتالي كل حاجه تبقى من الفيبر. اما مرض الحصبه مرض قاتل، يبقى كل حاجه فيها قاتله حتى الفيبر. اما مرض الروبيلا مرض تافه، يبقى كل حاجه فيها دفع حتى الفيبر. كنت فكره ولا لا؟ وبالتالي هعرف الفيبر هي ولا لوب الاحساس، اجيب منها الانس. ثم اكتب الباثولوجي، اي فيروس بيعمل كتره الانفلاميشن. خلص الموضوع الباثولوجي اهو. طبعا الانفلاميشن ما غير باص، كتره يعني ما غير باص، كتره يعني ما بيعملش باص، بيعمل كتره الانفلاميشن. ثم الكاركترستيك بتاعتي عامله ازاي؟ عايز طالب عبقري قاعد قدامي دلوقتي حالا يالف لي من غير ما يبص المذاكره الكلينيكال بيكشر بتاع الميزنس. يلا يا جماعه مين يالف يا جماعه؟ فيبر وانوكسيا وايديك وماليز، الفيبر هاي، الانسد سادن، الباثولوجي ريسبيراتوري كتار، الكاركترستيك راش. مين يالف لي بتاع الباراسيلا؟ بصوا باراسيلا يا جماعه مرض اهبل جدا، يبقى فيبر انوكسيا ايديك ماليز، الفيبر لو، الانسد انسيديوس، الباثولوجي ريسبيراتوري كتار، الكاركترستيك راش. مين هيألف لي مرض المامبس يا جماعه؟ نفس الكلام، والكاركترستيك اللي هو عباره عن سبايلاتر سولينج وباروت، بتلاقي كلام لوحدك. يبقى مطلوب منكم في البيت يا جماعه هذاكر الباراجراف الاربع سطور بتاع الكاركترستيك اللون، واحد يقول لك نيجا بريشر. الكاركترستيك بقى ده تلاقي مخ منظم ودماغ منظمه جدا. في حساب يا جماعه كده خلاص يا جماعه، اللي عايز يالف معايا اي كومبليكيشن في الدنيا، اي مكان، بصوا يا جماعه اي مكان اللي فيه الانفكشن. بصوا يا جماعه عشان الناس عارفه يا جماعه، اي كلينيكال بيكشر مش مهمه في الامتحان بالنسبه لكم، مش بين الا في حاله واحده بس، الراش. اي كلينيكال بيكشر طنشه اللي بتاعت الراش. استغرب على معلومه. افرض لو لقيت في السكيم حاجه زياده في كتاب ناقصه، اسقط عليه السكيم واكتبها. افرض لقيت حاجه في الكتاب مكتوبه بالفاظ اخرى احيانا، يا جماعه حتى طلبه قصر ايه؟ والله العظيم اشهر سؤال طلبه قصر ايه حتى شطار؟ دكتور في انفكشن واحد في كل جامعه ناقصه. اللغه اللي مكتوبه في الكلينيكال بيكشر مش شبه الاسكيم، تسقط الاسكيم هتفهم. اديكم مثال يا جماعه، مين اللي عارف الكلينيكال بيكشر بتاع هيباتايتس ايه؟ هيباتايتس يا جماعه في مرض نوكسي ويدك وماليز والفيبرات والكاركترستيك جوندس. تقول لي يا دكتور انا فتحت الكتاب، كل طلبه مصر يا جماعه فتحت الكتاب لقيت مش مكتوب كده. قلت لها مكتوب ايه يا بنتي؟ انا عارف طبعا مكتوب ايه. قالت لي مكتوب اكتريك ستيج. طب ما هي اكترس باللاتيني يعني جوندس، بري اكتريك ستيج. طب ما اللي بيدي بلي البردروما فتره النقاح بوست اكتريك ستيج. تبقى انت تفتح الكتاب وتسقط عليها الاسكيم، تيجي عند الاكتريك تكتب كاركترستيك،
تيجي عند اللي قبلها وتكتب برود قومه، تيجي عند اللي بعدها وتكتب نقاهه، بس تكون فرصه في حساب هذا الكلام. بديكم اعراض تذاكر الانفكشن ده كل واحده ازاي؟ في حساب كده يا جماعه هذا الكلام؟ كده يا جماعه خلصت ايه؟ خلصت كده اللي بتفوزوا؟ قال لو الريسبيراتوري تراكت مثلا 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 وقال الانفكشن فيها يا جماعه ايه الكومبليكيشن بتاعته وانت مغمض ثلاثه ما يتنسوش، ايه الثلاثه؟ اي مرض في الدنيا. يجي انفكشن فوق سكندري بكتيريا انفكشن. ينزل تحت لوكال سبريد يعمل مشكله تحت او يطلع فوق، ينزل تحت ويطلع فوق، يعني لو كان في اليورينري يطلع فوق الكدني، ولو كان في الريسبيراتوري ينزل تحت اللنج، ما فوق في القطر ينزل تحت، وبعدين بلاد سبريد يروح للدم. بس عايز تالف اي كومبليكيشن بتاع اي مرض ثلاثه، على فكره بالنسبه لتاليف اكتر من كتاب، هتروحوا النهارده تنبسطوا انبساطهم من خير ان شاء الله، هتلاقي كاتب اكتر من كتاب، يا دكتور اي كومبليكيشن عباره عن سكندري بكتيريا انفكشن فوقه ينزل تحت او يطلع فوق سبريد لوكال سبريد، يعني لوكال في مكانه، يعني سبريد في مكانه، يا اما يروح الدم. في حاجه صعبه زي الكلام؟ تقول يا دكتور لا لا، ده انا لما روحت البيت لقيت مكتوب على الحصبه انكيفاليتس ما طلعش راح الدم، لقيت ارثرايتس ما طلعش راح الدم، لقيت نيومونيا ما طلعش نزل تحت. شفت الفكره ولا لا؟ قال لك خليك تقلب اي كومبليكيشن لوحدك ازاي؟ في حساب كده يا محمد؟ كده خلصنا السكيما دي، ناخد بقى يا جماعه محتاج وقت النهارده عشان ده انا لسه قدامنا سكيمات تقيله، ده السكيمات الهبله دي تبقى هبله. فعشان خاطر يا جماعه تاني الموضوع ده انا عامل لي ارق رهيب، كل ما انا بعوض التعويض بالنسبه لي صعب جدا. لان انا عندي من اول اسبوع يا جماعه انا خلص وابتدي ارجع لكل الناس بقى الحاجات اللي فايتاهم. انا عملت كده في القاهره، لو شفت الاعلان عامله في القاهره امبارح، انا هخلص يوم الخميس وابتدي من يوم الاحد الجاي اجيب البابليك للمره الثالثه. في 10 ايام مش عارفين، مش مره ثالثه في سنه زيكم في 10 ايام. يعني مع كل سنه لابس عليها، ها؟ مش المره الثالثه في 10 ايام، يعني هو بدات الكورس من 10 ايام بدل 4 بس في الاسبوع. يا جماعه هتقولي بقى يا جماعه معايا مين بقى؟ هتقولي اصعب سكيما في الدنيا الريزرفوار، اللي عايز يعرف مكانها فين بروح اذاكره بعدها في البيت بقى، هي في الكتاب في المذاكره، خلينا معاك الريزرفوار هي اصعب سكيما في الدنيا. لو عايز تزيد الطالب في الكمبيوتر تجيب له استمانين. يعني يا جماعه سؤال الكيس هتالفه البريفنشن بدون استثناء، سؤال الكيس هتالفه كلينيكال بيكشر بدون استثناء، هتالفه الكنترول بدون العلاج، يعني بدون استثناء اصعب سكيما عايزه حفظ يا دكتوره اسمها ايه بقى يا دكتوره؟ تضرب يا جماعه، مفيش رئيس اسمه باص ولا استاذ باص عارف انا هخليك تالفها من المزاج. يا جماعه اللي ما كانش معانا يا جماعه كلمه ريزرفوار يعني ايه بالعربي؟ كله بص مثلا كلمه، بص يا جماعه كل كلمه هشرحها لكم النهارده في خمس دقائق هي حصه ساعه، فالناس تنجز معايا. في واحد وقع منه معلومه يوقفني يقول يا دكتور يمكن الخمس دقائق اظن هتفهمك وما تفهمكش، فهي وقفني. يا جماعه كلمه ريزرفوار معناها بالعربي سورس، يعني مصدر المرض، وبالتالي اوعى تسمي واحد ريزرفوار الا ما يكون انفكشوس. يعني لو واحد انفكتد وما بيعيدش ما يتسماش ريزرفوار. لو واحد انفكتد وما بيعيدش ما يتسماش ريزرفوار. ايه ده دكتور؟ ممكن واحد يبقى انفكتد عنده برجاز ما يعيدش؟ يا جماعه مرض البروسلوزس، البروسلوز الانسان ما بيعيدش، ما تكتبش ورايا. استغفر الله على المعلومه يا جماعه. لما تكتبوا شرح جنرال، شرح جنرال بسبب عشان قلت الحصه النهارده داخل متاخر، هو الجنرال وتطبيقه على الانفكشن، صح ولا غلط؟ لما تشرح جنرال مش سكيم تكتبه فرع بره، ما تحملش السكيم شطه تاني، والا هتكتب كل التكتب ده في الانفكشن ما ينفعش. يعني ده شرح، ده شرح جنرال اللي تبوفه ظهر ورقه في مكان تاني خالص ما تكتبش عندك. ريزرفوار ده شرح، ده بشرح كده موضوع جنرال، ما بشرحش كده السكيم. ده مقدمه هاخد منها السكيم ان شاء الله. كلمه ريزرفوار يا جماعه انفكشوس، اوعى تقول على واحد ريزرفوار يكون معدي. ده دكتور وممكن واحد يبقى معدي ومش معدي يا جماعه. البروسلوز ده دكتور بروسلوز، طب على منين؟ من الانيمال. كان الاسبرين بتاع الانيمال ما حدش بياكل الاسبرين بتاعي. لو كان حد ياكل الاسبرين بتاع اكل لحوم البشر كنت عديت، وبالتالي في افراد الانسان ما بيعديش بيموت فيها بالكليه. اشهرهم البروسلوزس، الانسان ما بيعديش. ما تكتبش ورايا، طلعها تجميع احلى كمان شويه، اجمع احلى كمان شويه. فلو جه قال لك في الامتحان اصعب سكيما في المانجا معاه، لا لحظه، صعوبتها مش في طولها، صعوبتها في التفكير فيها اثناء حفظها. لو قال لك قول لي يا ابني الريزرفوار بتاع مرض الكارابانتس، يعني مين اللي هيجيب لك الكارابانتس؟ اروح قايل له كده بالظبط، يا انسان اللي هيجيب لي المرض يعديني، واحتمال ازود انيمال واحتمال لا. اللي ما كانش معانا معاه امتى ازود انيمال في الزينوزس؟ لحظه بقى، الزينوزس بتعمد في كل جامعات مصر في الحصه، هقولهم اللي هيكتب ورايا ده مرضه يعني ليه؟ لو قلتهم بسرعه تمام مش هتستفيد حاجه، انا عايز اقول لهم تجميع احلى. اقول لكم الاول هو مين الزينوز؟ كلنا حافظينهم، الانفلونزا عشان انفلونزا الطيور، التي بي عشان بيجي حاجه تلاقيك حرام عليها مروه، اقول لي دلوقتي حرام والله. ثم جماعه البروسلوز، ثم السلمونلوز، ثم الميتوليزما، ادي نص المنهج. طب ازاي يا دكتور نص المنهج؟ انا ما اكتبها لكم انا اونلاين بقى، اكتب احسن ليه بقى؟ مين بتوع الدروبلت؟ مين بتوع الفوتبول؟ بدل ما تكتبوا تحت بعض اسامي وخلاص. فسيبوني احسن اكتب لكم دول اثنين بتوع الدروبلت ودول اثنين بتوع الفوت، الثلاثه بتوع الفوت بول. لحظه بقى، باقي لي كام جروب في المنهج يا جماعه؟ عندي في المنهج يا دكتوره اللي بتكتبي اربعه جروبس. عندي دروبلت خلصناها في اثنين تي بي وانفلونزا. عندي فوت بورن خلصناها في ثلاثه، احفظوا معايا في حصه ما تكونش تعرف التجميعات. بروسلوز السلمونلوز بيتوليزم. طب يا دكتور بقيه المنهج؟ الاصل بقيه المنهج ارثروبوزيس. يعني لو الارثروبود اغلبها زينوزس، لو الكونتاكت انفكشن اغلبها زينوزس. يعني هي القضيه في الدروبلت والفوت بورن.
يعني يا جماعه الكونتاكت جاي من انيمال والارثروبود جاي من انيمال قرص بقى قرص قرده وبعدين قرصني. اما القضيه في الدروبلت والفوتبول الاقليه لزينوزس. لحظه ما تكتبوش هملهم لكم كمان شويه ما تقلقوش بسيطه خالص يا جماعه ببساطه مان واحتمال ازود علم واحتمال لا. لحظه انت زود علمك في الزينوز بقى لي كمان معاك تسالني سؤال مين هم الزينوزس هكتبهم لك كويسين جدا باقي معلومه بقى كلكم على سؤال بقى. طب ومين اتباع حته للتنطيط قسما بالله صعب الاساس تحفظها. ليس كل الامراض الانسان بيعيدها يعني في امراض الانسان ما بيجيش انيمال بس دي زي اسمك ورايا دلوقتي يا جماعه. مين الامراض اللي ملهاش مان ريزرفوار الانسان ما بيجيش يعني اكتب له في الامتحان انيمال بس هتبان. بصوا يا جماعه بالنسبه لطب المنوفيه يا جماعه التقدير في البابليك انت بالنسبه لك بس مش هيبقى ان شاء الله مضمون ان شاء الله ده يطلع دكتور يبوسك عادي ولا لا. انت متخيل في طالب مهما وصل من الدقه بدون سكيما هيجيب الحاجات دي مستحيل. مين الامراض الانسان فيها ما بيعيش ملوش مان ريزرفوار؟ الريبز الكلاب طبعا بس البيتيوليزم طبعا الانيمال بس الكوليستيريد يا جماعه بتاع الانيم بتاع البيتيوليزم عند الانيمال بس يبقى الريبز يبقى البيتيوليزم يبقى البروسلوزس احسن من لسه مالينه. يبقى المرض الرابع ريفت بالي فيبر ريفت بالي فيبر ريفت بالي فيبر اوعى تترجمها حمى الوادي المتصدع دي مدينه في كينيا دي مدينه في كينيا ريفت بالي فيبر. يبقى تاني هم الريبز هم البيتيوليزم هم البروسلوزس هم الريفت بالي فيبر. عايز حته للتنطيط هم الفيبر فلو انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور لسه ما جاليش. انفلونزا الخنازير الانسان بيعدي انفلونزا الطيور لسه الانسان ما بيعديش لغايه هذه اللحظه لسه الانسان ما بيعديش ولا اتكلم عليها اللي انا باخدها. تاني عشان تطمنوا يا جماعه هم عباره عن الريبز الناس عندها وسواس قهري هم عباره عن الريبز وعباره عن البيتيوليزم وعباره عن البروسلوز والريفت بالي فيبر والايفيان فلو. ادي الامراض اللي ما لهاش من ريزرفوار لها يعني بس يا جماعه عايز تطبيق يا دكتوره بسرعه يا جماعه يا دكتوره مين يا جماعه يقول يلا الريزرفوار مين اللي هيجيب لكم ميزز حصبه مان وانيمال ولا مان بس؟ مان لا مان وانيماليه حصبه بالزيوس. مين اللي هيجيب لكم طبعا البوليو ان شاء الله اطفال مان وانيمال ولا مان بس؟ يا اخي ده انت حتى لو مش حافظ مين الزيوس حط عمره حد سمع يا جماعه عن شلل العجل البقره؟ واخد بالك يا جماعه ان شاء الله اطفال العجل البقره مش البقره نفسها حد عمره سمع عن شلل العجول بتاع البقره وبالتالي ما يجيش الانيمال يبقى مان بس. يا جماعه مين يقول لي بتاع الدايفويد مان بس؟ مين يقول لي بتاع السالمونالوزس مان وانيمال؟ مين يقول لي يا جماعه بتاع الـ كذا مان وانيمال؟ اي حاجه زيوسس بس مش عايز في تفاصيل دقيقه اكتر من كده في حاجه صعبه؟ لا مش عليكم كده يا جماعه قصه من دي لحظه بقى لا بقى الحته اللي جايه تنطيط اللي جايه شرح اللي جايه شرح ملهاش علاقه بالسكيم خالص ده انا هشرح حته من الجنرال سؤال جاي لك في الامتحان في اخر السنه مليون في الميه ديسكاس كارير ده فين؟ في برضه في الايبيديميولوجي بتاع الانفكشن بس يا جماعه ما فيش بص يا دكتوره مالهوش دعوه مكانها فين هشرح على السبوره ونفق ونحسها كده مع بعض بس شويه نشرح الاول على السبوره ونحسها كده نقراها معاكم في حاجه كده كلام او نقراها النهارده مش هتفرق يا جماعه بصوا على السبوره. حد عارف يا جماعه كيس يعني ايه كارير يعني يا جماعه؟ يا جماعه بصوا يا جماعه اللي عايز يكتب ورايا معاهم انواع المان ريزرفوار لازم يجي سؤال يا جماعه مفيش جامعه في مصر يعدي منها امتحان كوميونتي او امتحان بابليك بدون اول سؤال في المنهج ب 10 درجات تجيب لي سؤال كمان ديسكاس ريزرفوار ده ملوش علاقه بالانفكشن يا جماعه لازم يجيب سؤال جنرال ايبيديميولوجي ده جزء من هو مسميه عندك في المنهج جنرال ايبيديميولوجي مسميه بقى ايبيديميولوجي اوف كوميونيكابل ديزيز ده مهم جدا يعني جنرال ايبيديميولوجي برضه. بص يا جماعه ببساطه هيجي يقول لك يا ابني المان ريزرفوار يا كيس يا كارير كلنا حافظين يا جماعه من سنه ثالثه كليه لما ضحكوا عليك يا جماعه اقل جامعه او معظم الجامعات كنتوا اقل جامعه فيها عارفين انفكشن كويس بس اديهم مثال كلهم حافظين كيس يظهر عليه علامات يعني حاله وكارير يعني حامل للعدوى ولا يظهر عليه علامات انت كده حافظ يا جماعه غلط اديكم مثال الكيس فعلا في كلينيكال بيكشر الكارير فعلا ما فيش كلينيكال بيكشر بس ده مش شرط كفايه اديكم مثال اصل الكيس والكارير نوعين من انواع حدود كده يا جماعه المان ريزرفوار يبقى لابد ان ينطبق عليهم شرط ريزرفوار انفكشوس يعني اوعى تقول على واحد كارير لو مش انفكشوس واوعى تقول على واحد كيس لو مش انفكشوس. اقول لك بقى حته التنطيط اما لو ظهر عليه علامات يا جماعه وما بيعديش اسمها ايه؟ كلينيكال انفكشن. اما لو مش ظهر عليه علامات وما بيعديش يا جماعه اسمها ايه؟ سب كلينيكال انفكشن. الفرق بين السب كلينيكال انفكشن والكارير الاثنين مش ظهر عليهم علامات القضيه بيعدي ولا لا؟ الفرق بين الكلينيكال انفكشن والكيس مش مساله العلامات خالص الفرق بيعدي ولا لا؟ تاني عشان اسمي واحد كيس لازم شرطين ظاهر علامات وبيعدي. عشان اسمي واحد كارير لازم شرطين ابدا حسه تكون مرضى فيما ان شاء الله لازم يشتغل على مدوي يعني وبيعدي سرحان يا دكتور سرحان سرحان لغايه دلوقتي معاك سهلا انواع الكيس مش قضيتي انواع الكارير والسؤال اللي جاي في الامتحان يبقى لو قال لي الكارير في امتحان تعريف واحد اثنين اثنين ويزود شوينج مش ظاهر عليه وانفكشوس. طب تعريف الكيس يا جماعه شوينج ظاهر عليه هظهر عليه كلينيكال بيكشر وانفكشوس انسى بقى سب كلينيكال دلوقتي على جنب ماشي بعد الحصه معاكم انت عايزه كله
ناخد بالنا مع انواع الكارير ايه قصه بحكيها كل سنه. القصه دي يا جماعه اوعى حد يكتبها، اصل في ناس واحد تيجي تفتحها الدكتور صباح لا هطلعها في الاخر في خطين. لحظه يا جماعه، طب واحد عايز يمسح يكتب الخطين كمان شويه همسحهم وخليهم ثلاثه، وعايز اخليهم ثلاثه همسحهم كلهم اربعه. كل بالك معايا، هي قصه مين يا جماعه؟ هي قصه هاريدي وميسون، ادي هاريدي جوز ميسون اهو، هاريدي الصعيدي متجوز ميسون يا جماعه. طيب يا جماعه ايه الفرق يا جماعه؟ هاريدي واحد يا جماعه ظهر عليه انكيوبيشن بيريد عشان مش مطعم، ودخل في الكلينيكال بيكشر اعراض عشان مش مطعم، وبعدين خد في الكلينيكال بيكشر ده فتره النقاهه. طب ميسون مراته اتعدت منه وما ظهرش عليها كلينيكال تشيك. دكتور بقى اصعب سؤال في البابليك، هو ممكن واحد يتعيد يا جماعه؟ الحمد لله. هو ممكن واحد يتعيد يا جماعه وما يظهرش عليه؟ ما حد انا مش هتكلم يا مروه. هو ممكن واحد معايا يتعيد وما يظهرش عليه اعراض؟ اه مطعم عنده مناعه. ايه ده دكتور عنده مناعه؟ هو المناعه انت مش بتحميني؟ غلط يا جماعه، المناعه تحمي من الكلينيكال بيكشر بس، المناعه لا تحمي من دخول الاورجانيزم. يعني مروه لو مطعمه تتعيد وتعدي، هي هتستفيد حاجه واحده بس يا جماعه، مش هيظهر عليها كلينيكال بيكشر. وبالتالي يا جماعه مراته يا جماعه من الطعامه، مراته عندها مناعه اتعدت منه ما ظهرش عليها كلينيكال بيكشر، ما حدش بيظهر صغيره. كل فعلا بقى، هل الانكيوبيشن بيظهر اعراض؟ هل فتره الحضانه فيها اعراض؟ بيقولوا اه ولا يا جماعه لا. طب لو بيعدي فيها، لو بيعدي فيها يتسمى انكيوباتري كارير، ما هو مش ظاهر اعراضه بتعدي. طب يا جماعه فتره النقاهه فيها اعراض؟ لا. طب لو بيعدي فيها يتسمى كومباريسن دوسا دكتور كارير تاني. فترة الحضانة لو بتعدي فيها يتسمى انكيوباتري كاري، لو بيعدي، لو فترة النقاهة بيعدي فيها يتسمى كومباريسن كاري. طب فترة الاعراض لو بيعدي فيها يتسمى كيس. خلص الموضوع، ما هو بيعدي فيها في اعراض كيس، يبقى دي الفكرة ببساطة. خلاص يا جماعة، عبقري اللي هيجيب جاي، عبقري يا جماعة اللي هيجيب جاي. كل بص على صبور يا جماعة، عبقري يا دكتورة ده مش حاسس بنوم ابدا، دي مش حاسس بنوم. بص يا جماعة، دي اهم حصة في الباب لدرجة يا جماعة لو سألتوا عليها دي اللي ممكن الف بقى مصر كلها حوالي 100 و200 و300 و400 طالب في كل جامعه على حسب حجم الجامعه، لان دي اهم حصه تجيب لك الانفكشن كله. كل مركز معايا يا جماعه، مراته مطعمه اتعدت منه ما ظهرش عليه اعراض، ما ظهرش ان هي جاب انفكشن. يلا جاوبوني يا جماعه، هل ينفع اسميها انكيوبيتري كارير؟ طب ليه ما ينفعش يا جماعه؟ عشان تعريف الانكيوبيشن بيريد اللي قبل الاعراض دي ما ظهرش. هل ينفع اسميها كونفاليسنت كارير؟ لا، عشان تعريف فتره النقاهه اللي بعد الاعراض دي ما ظهرش، فنسميها كونتاكت كارير. ما تعريف الكونتاكت كارير؟ شرطين. لا يا جماعه شرطين بس. الشرط الاولاني سبب العدوى انفكتد باي كونتاكت، اللي عايز تبقى معايا سبب العدوى القرب. خد بالك بقى، كلمه كونتاكت معناها لمس، كلمه كونتاكت معناها القرب، ان في حد قريب منها، جوزه او حد قريب منها، حد بيتنفس في وشها، حد بيتوف في وشها، وبالتالي سبب العدوى القرب. لحظه، مش ده الشرط الوحيد، لازم الشرط الثاني. بص يا جماعه، الشرط عامل ازاي؟ وزاوت يعني بدون، فولينج ايل يعني يظهر عليها علامات. بص على ده يا سبوره، بص يا يعني يا جماعه، بص يا دكتوره كله، بص يا جماعه عشان خاطر بدون ما يظهر عليها كلينيكال بيكشر، لان لو كان ظهر عليها كلينيكال بيكشر كنت هسمي الفتره دي كلها انكيوبيشن بيريود، كان هيتسمى انكيوباتري كارير. تاني، بدون ما يظهر عليها اعراض، لان لو كان ظهر عليها اعراض، لو ما ظهرش، لو ظهر كنت هسمي الفتره دي كلها انكيوبيشن بيريود، كان هيتسمى انكيوباتري كارير. لحظه، كل فرع صغير قلب لكم الموضوع ببساطه. الفرق بين الانكيوباتري كارير والكونتاكت كارير ببساطه، الانكيوباتري كارير بكره يبقى كيس، الكونتاكت كارير عمره ما يبقى كيس. بس الانكيوباتري كارير بكره يبقى كيس، الكونتاكت كارير عمره ما يبقى كيس. الفرق ببساطه شعبان، كل معذور يا جماعه، دي قصه مين؟ دي قصه مين يا جماعه؟ ها؟ هاريدي وميسون همسحها. كل ما بص على الصبوره بقى، هحكي لكم قصه ثانيه بس عايزين قدره على الخيال. بص بقى، قصه ميسون بجوز متجوزه اللي هو هاريدي، وقصه باكينام مع النساء من غير جوز. يا جماعه كل واحده هسيب لها بالظبط، كل واحده هسيب لهم يا جماعه 10 ثواني يتخيل احساس واحده مع النساء. يا جماعه لحظه يا عم، تخيل الاول. يا جماعه كل واحد يتخيل واحده مع النساء. مع النساء بقى، حد معاها في الحياه؟ مفيش حد. قاعده لوحدها، عين في اوضه ضلمه. لحظه يا جماعه، قاعده في اوضه ضلمه، قدامها ميه او قدامها اكل في اورجانيزم. يا دكتوره، واحده مع النساء قدامها ميه او قدامها اكل في اورجانيزم، والطعامه عندها مناعه مش هتطلع عليها اعراض، شربت ميه جالها اورجانيزم، اكلت اكل وقاعده لوحدها، مفيش جوزها اكلت اكل جالها اورجانيزم وما ظهرش عليها اعراض. يلا جاوبوني يا جماعه، اللي قدامكم يا جماعه ما ظهرش عليها اعراض، ما ظهرش اعراض، خط مستقيم يا جماعه. هل ينفع اسميها انكيوباتري كارير؟ ليه؟ عشان ما فيش اعراض. هل ينفع اسميها كومباريسن كارير يا دكتور؟ هل ينفع اسميها كومباريسن كارير؟ ها باكينام، ها ليه؟ لا تاني يا جماعه، لو الناس حضرت الحصه بهذا الاستهتار تاني، والله العظيم تاني، يبقى انتوا بتجيبوا ابني على الارض. السكين ده من اهم حاجه عندها. تاني يا جماعه ببساطه، واحدة متجوزة، قاعدة اسف مش متجوزة، مع النساء قاعدة لوحدها في أوضة ضلمة، شربت مية فيها أورجانيزم وعندها مناعة، وبالتالي ما ظهرش عليها أعراض. يلا جاوبني يا دكتور معايا ببساطة، هل ينفع أسميها انكيوباتري كارير؟ لا. ليه يا جماعة؟ ما ظهرش أعراض. هل ينفع أسميها كومباريسنت كارير؟ لا، ما ظهرش عليها أعراض. يلا يا جماعة، هل ينفع أسميها كونتاكت كارير؟ لا. ليه؟ فقدت سبب العدوى، جوزها
وبالتالي اخترعنا نوع تاني اسمه هيلثي كارير. بس الهيلثي كارير هو الكونتاكت كارير وزود فولينج ليه ما يصحش عليه عربي. الفرق سبب العدوى بصراحه انا عايز اتوري يا جماعه ده تعدى باي كونتاكت ده تعدى فروم كونتامينيتد انفايرمنت البيئه الملوثه. لحظه اللي اعتبار يروح النار. بصوا بقى تسمعنا ازاي ان شاء الله. بصوا بقى تسمعنا ازاي. انا همسح على السبوره خلاص يا محمد قلت ان شاء الله يا جماعه. يا جماعه بصوا على السبوره يا جماعه. ادي ببساطه انواع الكاري. يا رب يا جماعه اللي ببصش على السبوره ان شاء الله ومروح الكعبه. بصوا يا جماعه ادي ثلاث خطوط يا جماعه على السبوره. بصوا ثلاث خطوط. ادي يا جماعه قسمت الاولاني ما قسمتش الثاني ما ظهرش اعراض ما قسمتش الثالث ما ظهرش اعراض. ادي انكيوباتري كارير ادي كومبارسنت كارير اللي قريب من جوزه كونتاكت اللي بعيد عن جوزه هيلسي. كل مصر على الظاهر يا جماعه ولا هاريكي ولا ميسون ولا بيكنان بقى خلاص تعال يلا امسوا القصه بقى خلاص القصه دي هوصل لهذه القصه يا جماعه. انواع الكارير ببساطه في العلم كله انكيوباتري كومبارسنت القريب من جوزه كونتاكت اللي بعيد عن جوزه هيلسي كارير. انكيوباتري كومبارسنت كونتاكت القريب من جوزه هيلسي واللي بعيد عن جوزه هيلسي كارير. القريب من جوزه كونتاكت واللي بعيد عن جوزه هيلسي كارير. قول يا عيني كنت بكمل بعد كده. شال يصبر يا جماعه الله العظيم شال يصبر قادر يصبر والله صبر على اسمه شال الرباعي ده اصل هيموت ده نص ساعه دي كده تطبق كده تطلع حاجه. هو الكونتاكت والهيلثي كير يا جماعه ما صارش عليهم علامات ليه؟ حد كده جاوبني يا جماعه. متطعمين عندهم مناعه المناعه بتقضي على الاورجانيزم في خلال اسبوعين. يبقى اي كونتاكت وهي عرفت يا اخي ربنا اوعى حد يسبق اسمه اي كونتاكت وهيلثي كارير انفكشس ورا باوند ويكس الا استثناء واحد في المنهج هيباتيتس بتاع الدم بي وسيش. فانا يا جماعه ممكن يفضل شايل الفيروس مدى الحياه. بس يعني كل الكونتاكت والهيلثي كارير بيقعدوا اسبوعين بعدها ما عندوش اورجانيزم على ما نقدر عليه الا الهيباتيتس بي والسي فور ييرز. يبقى اي كونتاكت وهيلثي كارير بيقعدوا فور اباوت تو ويكس لمده اسبوعين الا هيباتيتس بي والسي فور ييرز بيقعدوا مدى الحياه. يعني ممكن يطلع عنده فيروس سي وما يعرفش ويظهر عليه علامات وعمليه الناس كلها. ممكن يطلع عنده هيباتيتس بي وما يعرفش يعني الناس كلها. فهمت الفكره ولا لا؟ كده خلصنا انواع الكارير. يا رب يتشل شل الرباعي ما يكملش معايا. فاروح معانا يا جماعه بالمناسبه يا جماعه اقسم بالله العظيم انا بمثل اقسم بالله انا باخد كل حاجه على اعصابي. كل حاجه بشيلها هم كاني بص يا جماعه طلع تعبني في الحياه وطلع معجزني بدري شبحني. كل حاجه بشيلها هم. تمثال يا جماعه كل الناس سامعه معانا دكتوره معانا ببساطه. مين هيسمعنا يا جماعه؟ نرجع للقصه بتاع البدائل زمان. مين اللي هيجيب لكم مرض الكربنطس يا جماعه؟ اهو يلا ديسكاس ريزرفانت على الكربنطس مان. ولو طلع زينوس زود ايمن. هل الكربنطس زينوس؟ انا قلت في زينوس لا يبقى مان. بس لو طلع مان اكتبه ازاي؟ دي حته بقى صعبه جدا. لو طلع مان تكتبه ازاي في الامتحان يا جماعه؟ لو طلع مان يا جماعه مان واحتمال ازود ايمن واحتمال لا انت زود ايمن في زينوس. طب لو طلع مان افتح قوسين واكتب له كيس. عارفين معنى كل يا جماعه؟ يعني اي مرض الانسان بيجي ده اثناء كلينيكال انفكشن. يعني انت اثناء كلينيكال انفكشن بتاع الانفلونزا بتاعي اثناء كلينيكال انفكشن بتاع الكربنطس بتاعي اثناء الروبيلا بتاعي لحظه وليس كل الامراض لها كارير. في بقى اللعبه بتاع الطلبه العبقريه مش شطرنج. يعني لو الانسان بيعدي اثناء كلينيكال انفكشن هي القضيه ليه كارير المرض ولا لا؟ بس فاحتمال ازود كارير واحتمال لا. اصعب حته في المنهج اهو يا جماعه لازم يدوخ بيها طالب في اي امتحان في مصر. لازم يقولوا هذا المرض لكارير ولا لا؟ هذا المرض بيعدي اثناء فتره الحضانه ولا لا؟ احفظها لك ببساطه يا جماعه. عندي في المنهج كام جروب يا جماعه؟ تعاملنا دائما على اربعه جروبس. يعني عندي دروبلت فوت بورن كونتاكت انفكشن او سيروبوتس. انا عندي افراد الفوت بورن لها اربعه. يلا ادي ربع المنهج. افراد الفوت بورن اي مرض فوت بورن لها اربعه كارير. يعني ايه؟ يعني بيعدي في فتره الحضانه، يعني بيعدي في فتره النقاهه بعد ما يخف من الاعراض، يعني بيعدي بدون ما يظهر عليه اعراض. يا جماعه عارفين يا جماعه؟ طب بص يا دكتور معناه ايه؟ معناها اللي عنده تايفويد بيعدي في فتره الحضانه وبيعدي في فتره الاعراض وبيعدي في فتره النقاهه وبدون ما يظهر عليه اعراض بيعدي. يعني اتعدى ابنهوه ما ظهرش عليه وهيعديك. ادي امراض الفوضى. بقى لي كام مرض في المنهج يا جماعه؟ بقى لي كام جروب في المنهج؟ ثلاثه. مين الثلاثه بقى؟ دروبلت وكونتاكت وارثروبوت. الاصل فيها مان اونلي كيس، يعني ملوش ثلاثه. يعني امراض الدروبلت وامراض الكونتاكت والارثروبوت يعني اساسا كده كده مش بس تكون فجاه بعضكم يا جماعه ما يعرفش ان مريض التي دي ما بيعيش فتره الحضانه، اساسا كده كده مش بس. يعني يا جماعه مريض التي دي فتره الحضانه اقعدي جنبه ولا هي معاه وتعالى يا حبيبي وعندك تي في ولا يفرق معايا ما بيعيش. ولما يخف من التي في ما بيعيش. لما يخف من العظم ما بيعديش. مره يا جماعه لحظه يبقى كل المنهج اللي باقي ليس له كارير الا خمس استثناءات اللي عايز يفهم ورايا بقى. مين الامراض اللي استثناء لها كارير من الدروبلت والكونتاكت والارثروبوت؟ اكتب ورايا. الدفتريا والستريبتروب كاريرز بالجمع. مالكش دعوه ارواحهم ايه دلوقتي. دفتريا وستريبت كاريرز بالجمع. مامبس وعارف ان عندكم مشكله في الكتاب عليه، مامبس وعارف ان عندكم مشكله في الكتاب عليه، مامبس وروبيلا انكيوباتري كارير. يعني بيقعدوا في الانكيوبيشن بيريود كمان اللي هي اربعه. الايدز انكيوباتري كارير بيقول لك الايدز كاتب الانكيوبيشن بيريود يبقى تاني هقولهم تاني يا دكتوره تاني يا دكتوره مامبس وروبيلا انكيوباتري كارير.
ديفتيريا واستريبت كاريرز للجامعه. قال ايدز هو كمان انكيوباتري كارير. يا جماعه طب ما حدش بص مذاكره. دكتوره طب والله العظيم لو جبت المعلومه دي هطمن عليكم يا جماعه. مين يقول يا جماعه مرض الكارابانتس ارثروبوت بورن انفكشن ريزرفوار بتاعه؟ اتعلموا يا جماعه لما تتعلموا يا جماعه. لا الاول يا جماعه مان وانيمال. لو طلع سينوزس قلنا الاصل في ارثروبوت سينوزس مان وانيمال. طب المان قول لي كيس ولا كيس وكارير؟ ها قول لي كيس. يعني كده ازاي كده جابوا بس اصعب حاجه بحسها يا جماعه. يا دكتور ايه يا دكتوره ببساطه يا جماعه ببساطه دكتوره لو قلت لك ان مرض الكارابانتس مش على ليا بصوا ده يا جماعه الناس ما جايه ازاي بصوا الناس ما جايه منين يا احمد بصوا الناس ما جايه منين لو قلت لكم مرض الكارابانتس له انكيوباتري كارير وله كيس وله كونفرسنت كارير وله كونتاكت كارير وله ريس كارير حد يقول لي الكارابانتس ده يعني انت الانفكتيفيتي مليون يعني انت يا جماعه كله ما هو طالما كارير يبقى جاتش طالما كيس يبقى جاتش يبقى طالما له انكيوباتري كارير بيجي في الانكيوبيشن بيبي طالما له كيس يا بنت لا لحظه يا جماعه عارفين السؤال الثاني في الامتحان الصعب ايه؟ ديسكاس الانفكتيفيتي فيريو شوف هتبقى ازاي؟ هيها الريزرفوار بس بالشرح يعني ايه بالشرح؟ بدل ما اقول له في الريزرفوار انكيوباتري كارير اقول له انفكشوز ديورنج انكيوبيشن بيت ما هو ده تعريف الانكيوباتري كارير بيعدي اثناء فتره الحضانه بدل ما اقول له مكتوب على معاهم مكتوب على صبروا على بدل ما اقول له كونفرسنت كارير اقول له انفكشوز ديورنج كونفرسنس بدل ما اقول له كيس اقول له انفكشوز ديورنج كلينيكال انفكشن بدل ما اقول له كونتاكت وهيلثي اقول له يعني اسبوعين بصوا بقى الورقه السكيم الصفحه اللي بعدها مكتوب ايه؟ بصوا الصفحه اللي بعدها الانفكتيفيتي فيريو هي ريزرفوار بس بالشرح يعني ايه يا جماعه بالشرح؟ يعني انفكشوال ديورينج يعني بدل ما اقول انكيوباتري كاري او يعني امتى؟ لحظه عارفين يا جماعه عملت ايه؟ يبقى من دقن وعملت له شويه عارفين من دقن وعملت له شويه يعني يا جماعه لحظه هو الريزرفوار بتالفه ولا بتحفظه؟ بتالفه طب انا هالف منه الانفكتيفيتي فيريو عايز تبان التنطيط في المنهج مرضين اتنين بس يا جماعه اللي هيقول لك الفتره بتاع الحضانه زائد فتره الاعراض زائد فتره النقاه كام يوم. مين المرض الاولاني مانتس؟ مين المرض الثاني ميسس؟ يعني هيزيد على السكيم الفتره دي كلها كام يوم؟ يعني احفظ رقمين المانتس والميسس. يعني فتره العدوى دي الثلاثه على بعض كام يوم؟ فهمنا الفكره ولا لا؟ كده خلصنا الفيكتيف ديفيري يا جماعه كله بس على الصبر يا جماعه حاجه اسمها طريق الخروج يا جماعه كله معايا بالعالي يا جماعه هو لو انا عندي اورجانيزم في الجي اي يطلع فين؟ ها؟ في الاستول طب لو عندي الجسم واقع فيه السبايرات يطلع فيه في الريسبيريشن طب لو عندي الجسم في السكين يطلع في السكين الاستثناءات اللي في المنهج عايز اعرفها يا جماعه كل امراض الدروبلت تطلع في الريسبيرات ديسشارج انا اكتب له في الامتحان كحه وعطس يعني الريسبيرات ديسشارج الا المنبس في الصلايبة يلا الاستثناءات اهو يا جماعه يعني كل مرض دروبلت هكتب له كده بيطلع في الريسبيرات ديسشارج يعني يا جماعه كلمه الريسبيرات ديسشارج يعني بيطلع من تحت من اللنج الا المنبس في الصلايبة من فوق وجميع امراض الفود بورن تطلع في الاستول بس الا البوليا في الاستول والفوميتنج يعني من فوق ومن تحت جميع امراض الفود بورن بتطلع في الاستول بس الا البوليرا في الاستول والفوميتنج ده معلومه صغيره اقسم بالله يلا عشان مش عايز اضيع وقت عشان عندنا كم كبير جدا تاني النهارده ما احنا كده ما وصلناش لحاجه تقريبا المفروض السكيم كله يخلص في حصه او حصه يعني نص يعني تمام بس عايزين ننجز بقى معانا كبير يا جماعه يا جماعه شباب بنات هقولها تاني لو شاورها تاني دكتوره كده ببساطه بصوا لي يا جماعه تيجي هتعلم من الثلاث سكيمات بابا اللي جاي هم والله العظيم اللي جيبي ده اللي جاي هم دي تلاقي الحاجه من الصح حرام عليها دلوقتي يا جماعه ببساطه انا هحكمكم بس مش وقت بقى اقول ببساطه يا جماعه دكتور اقول ببساطه هو انا عندي يا جماعه كلمه ريزرفوار يعني بالعربي حد يا جماعه يقول يعني بالعربي ها يعني وكلمه انفكتيفيتي بيريد يعني قد ايه؟ هو تبع ريزرفوار وبيخرجوا منين تبع ريزرفوار لو جالك سؤال في الصفحه الاولى يا جماعه بص على الصفحه الاولى كده لو جالك سؤال ديسكاس ريزرفوار اوف اجابتك مختلفه عن اي طرف يا جماعه مين اللي بيعدي ادي ريزرفوار؟ بيعدي قد ايه ادي البريود بيطلعوا فينا الاكزت؟ يبقى كل ده تبع ريزرفوار. لو جالك سؤال الريزرفوار بتاع المرض الفلاني انسان ولا حيوان ادي ريزرفوار؟ بيعدي امتى ادي البريود بيطلعوا فينا الاكزت؟ فهمنا الفكره ولا لا؟ كده خلصنا السكيما الثانيه في المنهج سكيمة ريزرفوار معلش يلا يا جماعه كده طلعنا السكيمة الثانيه في المنهج سكيمة ريزرفوار السكيمة الثالثه واصعب سكيمة لسه اروح على معلومه يا جماعه. لو جالك سؤال ريزرفوار في الامتحان غالبا هيبقى مين؟ تايفويد. اشهر ريزرفوار بيجي في امتحان تايفويد عشان لازم واحد فوت بورن ثم الثاني اشهر ريزرفوار المنبس ثم الباقي بقى براحتك اشهر سؤال ريزرفوار التايفويد ثم ثاني اشهر ريزرفوار المنبس الباقي بقى براحتك بص بقى معايا سؤال وسائل النقل كل بقى ركز مع السبورة معاك دكتور معلش بس اللي هي الاكتيفيتي بيريد ده بص يا جماعه طب بص مثلا يا جماعه بص يا جماعه المثل ده انا عايز يا جماعه البنات تجاوب على سؤال اسمكم على السؤال ده يا جماعه يا مروه يا مروه حد يجاوبني على السؤال ده يا جماعه لو قلت لكم ان مرض الاستباحث له انكيوباتري كارير وله كيس بس لكن الباقي ملوش
يبقى مرض السباع سريع امتى؟ قول لي بالعربي ها؟ اثنان انكيوبيشن بيريو كلينيكال بيكشن. ما تقولوش انكيوباتري جاري، قول له انفكشوس ديورنج انكيوبيشن بيريو. ما تقولوش كيس، قول له انفكشوس ديورنج كلينيكال كورس. يبقى انا جبت المصطلح وكتبت التعريف بتاعه في الانفكتيفيتي بيريو، فهمناه ولا لا؟ كده يا جماعه خلصانين. اخد بقى اللي جاي بعدها عشان الجاي رخمه جدا. وسائل النقل يا جماعه، عندي كام وسيله نقل في الدنيا يا جماعه؟ بنات بنات، عندي كام وسيله نقل في الدنيا؟ حد قال معاه دروبلت يا جماعه وفوت بورن، يلا عشان الناس هتلخبط. وفوت بورن وكونتاكت انفكشن وارثروبود، مفيش طالب في مصر عارف معناهم. تقول لي ازاي يا دكتور ده سهل قوي؟ الدروبلت اللي بيتشال على التفتفه غلط، الفوت بورن اللي بيتشال على الفوت غلط. يا جماعه شوف التعريف بتاعتي، انا هحكي لكم قصه يا جماعه ببساطه. القصه دي يا جماعه مرض عند محمد ميريس والاستباحس. لو عرفت وسيله نقل يبقى انت فاهم وسيله نقل يعني ايه. المرض اللي عند محمد منير اهو بص يا جماعه، طلع تفتفه على الجمهور اهو، دروبلت طلعت منه اهو، فوقعت على ايد البنت اللي بتتفرج عليه. ادي البنت يا جماعه سلمت على البنت اللي جنبها ماسكين اهو كونتاكت اهو. راحت البنت يا جماعه واقفه على ايديها دبانه او ناموسه، خدت الجسم منها حاطته على ايد البنت اللي جنبها. ادي ارثروبود اهو، الاربعه موجودين اهو. ثم البنت روحت البيت طبخت ملك، ادي فود اهو تمام، شربت اللبن دخل عندها من التونسيل. ايه المود بتفنص مش في الحكايه دي؟ دروبلت. ازاي دكتور مش على اللبن؟ دروبلت. انا ما يهمنيش متشال على ايه، يهمني دخل منين. على فكره منطقيه دي مثلا، عشان دخل عندها من التونسل، والتونسل حته من الريسبيرات اللي تركت بقى دروبلت. اديكم مثلا. طب والله العظيم اديكم مثلا. قال لي واحد صاحبي اسمه سمير، يلا يا جماعه يلا، او خليها شعبان، او بصوا عشان مثلا عشان ما نسوش على راحته في الحصه عشان ابقى فاكرها. هل يا جماعه من حقي من حقي ادلع شعبان ولا مش من حقي صاحبي؟ من حقي ولا لا؟ من حقي. فانا ادي عليها اورجانيزم، جبت شعبان يا جماعه على الشفايف، وازيك يا شوشو او ازيك يا جوجو على بعض، ازاي يا شوشو؟ دخل الاورجانيزم عنده من الجي اي تي، مفيش اكل يا جماعه. فوت بورن. خليكم فاكرين مثلا بتاع شوشو ده عمره ما يسمع سوسو وزي ما والله بهرج يا جماعه. كل مصر حافظاه. جبت واحد قلت له ازيك يا سوسو، ازيك يا سوسو، ازيك يا سوسو، دخل الاورجانيزم عنده من الجي اي تي من غير اكل. فوت بورن. يبقى تعريف الدروبلت اللي دخل من الريسبيرات اللي مش متشال على حاجه، ما هي مش متشال على ايه؟ خليكم يا جماعه، هو انا من حقوقي مش من حقوق الانسان يا جماعه اكل اللي انا عايزه؟ فانا باكل ناموس، انا حي ولا لا؟ ارثروبود يا جماعه دخل من الجي اي تي بقى فوت بورن، بالرغم متشال على ناموس. بالرغم انه متشال على ناموس ما يهمكش متشال على ايه؟ مثلا التاني يا جماعه مرض متشال على الناموسه راحت حطها على الجرح بقى كونتاكت انفكشن. تقول لي ازاي يا دكتور اعرفها في الامتحان؟ بصوا بقى التعريف ورايا. الدروبلت اللي دخل من الريسبيراتوري تراكت، الفوت بورن اللي دخل من الجي اي تي، مش ما يهمنيش متشال على ايه؟ ما يهمنيش متشال على ايه؟ الكونتاكت يا جماعه اللي دخل من السكين عند ميوكاس ممبرين. والمقصود بالميوكاس ممبرين، كل ركز والله العظيم ده الكلام ده في اي جامعه، هو الجينيتال تراكت. وعشان كده السيكشوال ترانسميتد كونتاكت انفكشن. تاني يا جماعه ببساطه، اللي دخل من السكين او الميوكاس ممبرين يبقى كونتاكت انفكشن. بصوا بقى، طب واللي دخل بالناموس يا جماعه عرس البول بول؟ بصوا بقى، دخل بالسكين برضه، ما الناموس عرس في السكين، بس الفرق بينه وبين الكونتاكت لازم عرسها. يعني الناموسه لو موتها ما رصدنيش، ومش الاورجانيزم من جسمها مع العرق من غير ما ترصني، مع العرق مع العرق دخل من الجرح بقى كونتاكت انفكشن. الناموسه عرستك عرس ربوط، ما عرستش كونتاكت، بس ببساطه. في حاجه صعبه يا جماعه في هذا الكلام؟ يا جماعه طب لو جالي يا بنات بنات، بصوا بقى يا بنات، طب لو جالي مرض يا جماعه دروبلت انفكشن، على فكره على العصبيه بتاعتي بتخليني والله من دول الحاجات قولها بسرعه. بصوا يا جماعه لو جالي مرض دروبلت، بص انا ومزاجي رايق اشرب 100 ساعه. بصوا يا جماعه ببساطه، لو جالي مرض يا جماعه دروبلت ببساطه، يا جماعه لو جالي مرض دروبلت انفكشن يا جماعه ببساطه، اكتبوا ازاي في الامتحان؟ السؤال بتاع كل طلبه مصر، وانا اعرف المرض ده دروبلت ولا ازاي يا عمر؟ هتفتح الفهرس. لما تقرا اول مره هتعرف ان الميزز دروبلت، هتعرف ان المامبس دروبلت، هتعرف ان الروبيلا دروبلت، هتعرف ان الطيفود فوت بورن. طب لو طلع المرض دروبلت هتكتبه في الامتحان ازاي؟ سكيما ما بتغيرش عندك، هتتبع الصبر يا جماعه. اقول له يا دكتور يا اما دايركت، يعني ما فيش حاجه بتشيل بينه وبينك اللي ما كانش معانا من حصتين ثلاثه، يا اما ان دايركت في حاجه بتشيل بينه وبينك. يا جماعه طب لو ما فيش حاجه بتشيل، بصوا يا جماعه ايديا، بصوا يا جماعه ايديا، بصوا ايديا عامله ازاي؟ ما فيش حاجه بتشيل يبقى اسمها دايركت مود اوف ترانسميشن، مش حاجه بتشيل. بسرعه يا اما لازقين في بعض، ده زي الكيسنج اهو، اسمه اكشوال فيزيكال كونتاكت، اتصال جسدي مباشر زي الكيسنج. يا اما ايه ده؟ بصوا التقسيمه يا جماعه، يا اما في حدود متر، في حدود متر. طب ما الهواء شال، شال التفتفه؟ لا ما شالش التفتفه يا جماعه، بتاع العيل الصغير الضعيف، ما بالك الست الكبيره بقى مش ضعيفه بقى، بتاع العيل الصغير. لو عيل هيتفتف في وش حد في حدود متر الهواء ما شالش، راح بغوت دافع يعني. اما الست تجيب مترين وثلاثه، يعني يا جماعه لو واحده هتدف في وش جوزها على المريخ حيث لا هوا، هتروح بقوه الدفع. مين عاوز يوصل ايه يا جماعه ولا لا؟ يعني هو مش هيشف. يبقى الدايركت دروبلت في حدود متر دايركت. عارفين يا جماعه عايز اقول لكم ايه؟ عارفين عايز اقول لكم ايه؟ اللي قاعد جنب حد في حدود متر كانه باسه. يلا وقاعده اهو. اللي قاعد جنب حد زي البوس بالظبط، مفيش فرق يا جماعه. وبالتالي هيتقال دايركت. فهمنا الفكره ولا لا؟ كده يا جماعه خلصنا من ده. قاعد الدقيقتين دايركت يا جماعه، يا جماعه ناخد بقى معاك الحته دي جنب حصه مقرفه، كله يركز معاك. قال لي اندايركت ثلاث حاجات بيشيلوا. يا دكتور 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 يا دكتور، طب ما انت كده كده بص وركز بقى معايا بقى يا جماعه. قال انضر يا جماعه ثلاث حاجات يا جماعه بيشيلوا. ما قلنا انضر تبقى حاجه بتشيل بينه وبينك، في حاجه بتشيل. يا اما الهواء هيشيل، يا اما الاوبجكت الاشياء الفناجين والمعالق هتشيل،
يا اما الملك. اول ما يجي الطالب معايا يقول لي ملك يا دكتور، ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ملك تحت الدروبلت؟ ما انا قلت ما يهمنيش مشان على ايه. اسمعوا الاول بالحفظ وبعدين اقولها بالفهم. اللبن لو شال اثنين اورجانيزم بس دروبلت، اللبن لو شال اي حاجه غير الاثنين دول في البول، ايه يا دكتور المنطق؟ هتقول السنه اللي فاتت مع مين اثنين اورجانيزم الاول؟ دفتيريا وستريبت. اللبن لو شال دفتيريا وستريبت يبقى دروبلت مش فوتبورن. اه اديكم يا جماعه خدتوا السنه اللي فاتت ان كل، على فكره كلامنا سهل، خدتوا السنه اللي فاتت ان كل اورجانيزم له مكان محبب للعمل، يعني ايه؟ يعرف يشتغل في حته دي ما يعرفش يشتغل في مكان ثاني. اديكم مثال، خدتوا الدفتيريا والستريبت يحبوا يشتغلوا فين؟ في التونسلز. والتونسل حته من الاسبات. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، كوبايه لبن فيها مليار اورجانيزم من الدفتيريا. بصوا يا جماعه، وانا بشربها نص مليار دخل من التونسل عمل باثولوجي. طب والنص المليار الثاني راح جاي دي ما عملش حاجه، البلوه دخلت جسمه منين؟ ها؟ من التونسل. بعد بقى دروبلت انفكشن. ونفس الكلام على الاستريبت عشان بيحب يشتغل في التونسل. طب اللبن لو شال تيفود يا جماعه يعدي على التونسل ما يعملش حاجه، يروح الجي اي دي يعمل بلوه يبقى فود بورن. يبقى بالتحفيز اللبن لو شال دفتيريا واستريبت دروبلت، شال اي حاجه غيرهم فود بورن. وعشان كده اللبن، يلا يا جماعه لحظه دكتوره عم عمر، اهم حاجه في الحصه يا جماعه الدكتوره اللي ورا، حد يقول لي يا جماعه المود اوف ترانسميشن بتاع مرض الميزلز. يلا يا جماعه يلا دروبلت انفكشن اكتب على السبوره كله ما عدا الميزلز، اكتب كله على السبوره ما عدا الملك. الروبيلا كلها على السبوره ما عدا الملك. الفاريسيلا كلها على السبوره ما عدا الملك. طب الدفتيريا كلها على السبوره مع الملك. اسمعوا يا جماعه، انا عامل في مذاكرتي بتاع طنطا زي عشان اعملها لكم، عايزها ست شهور لوحدها. فانت تعمل ايه في البيت بقى يا جماعه؟ تيجي عند المود اوف ترانزيشن في كتابك وتكتب زياده الاسكيم زائد ملك، اسكيم من غير ملك، اسكيم زائد ملك، اسكيم من غير ملك. خلاص كل المود اوف ترانزيشن على الدروبلت. يعني انت كل وظيفتك في الدروبلت تزود ملك ولا لحظه؟ لو لقيت الكتاب ناقص انا دايما في مصر يا جماعه وعندي حاجه زياده ازودها من اسكيم. في الامتحان بقول لك يعني ايه زود يا جماعه؟ هو في الكتاب اكتب لك ايه بره ودايركت تويتس ويكتب اوبشن بره ويكتب ملك بره، لا تبقى الدنيا واضحه معاك. هو الفرق في الدروبلت في ملك ولا لا؟ في حاجه صعبه يا جماعه؟ كده خلصنا الاسكيمه بتاعت مين؟ بتاعت يا جماعه الدروبلت. ناخد بقى اسكيمات الفوت بورن. يا جماعه اسكيمه المود اوف ترانسميشن ليس لها استثناء في المنهج. يعني هجيب لك المنهج كله بالعرض النهارده خلصناه في الانفكشن كله. ناخد بقى الربع الثاني بتاع الفوت بورن. لو طلع هذا المرض بينتهي بالفوت بورن انفكشن هتكتبه له ازاي؟ يا جماعه كله ركز معايا. لو طلع بينتهي بالفوت بورن كله هتعرف هخليك تالف النهارده حتى اعمار الانفكشن، حتى العمر بتاع الانفكشن ازاي؟ يا مروه ما انت هتضيع مستقبلك كده يا مروه. هتعلميها يا مروه. يلا يا جماعه هي ما شاء الله هاديه. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعه ببساطه، لو قال لي مرض الطيفويد بيتنقل ازاي اكتبه له ازاي؟ لو قال لي مرض الكربانتس بيتنقل اي مرض في البرن يا جماعه اقول له يا جماعه بيتنقل يا اما كونتامينيشن حاجه ملوثه يا اما رقم الدين حاجه الملوثه. ايديا ملوثه حطيتها على الاكل فجبت لك مرض فوت بورن. التراب وقع على الاكل فجاب لي مرض فوت بورن. الفرايز الدبان وقع على الاكل وكروش على صراصير وكروش العاده فيها صراصير وكروش. اما الدبان وقع على الاكل والصراصير فعمل لي مرض فوت بورن. ثم الميه مش نظيفه فوقعت على الاكل فعملت مرض فوت بورن. سواء المنيور السباخ او السماد العضوي لما ناكل الاستول بتاع الانيمال نحطه على الخيار وناكله بدون غسيل يجيب لي مرض فوت بورن. السؤال يا بنات، يلا يا جماعه السؤال يا مروه، السؤال يا بنات، السؤال يا شعبان، هل يا جماعه الانسان ده معفن ولا مش معفن؟ واحد ايده مش نظيفه والتراب على الاكل والدبان على الاكل دكتوره ها دكتوره والصراصير على الاكل، ده انسان نظيف ولا مش نظيف؟ معفن جدا. طب يا جماعه هحكي لكم بني ادم بيعمل خمس حاجات عكس دول. ده بيعمل يا جماعه؟ قال لك بص انا اغسل ايديا 45 مره قبل ما اطبخ الاكل عشان ما اجيبش مرض بالهمد. ده مش كده بس يا جماعه، ده انا هحرق ايديا بعدها عشان احتمال يبقى لسه فيها اورجانيزم. ده مش بس كده، ده بعدها احطها في الثلاجه، لا ده انا هقطع ايدي بعد ما قبل ما اطبخ الاكل، يبقى ما عندوش ايد اصلا. هيجي له مرض صدور ولا ده مش بيعمل كده يا جماعه؟ ده لو التراب دخل البيت هيعزل منه. يا جماعه ده بيجيب ميه معدنيه يا جماعه ويغسل بيها الاكل كويس جدا. ده يا جماعه بيجيب الخيار يغليه 65 مره وبعدين يبرده بره وبعدين يرميه ما ياكلوش. هل يا جماعه ده هيجي له مرض صدور ولا لا؟ هيجي له. طب ازاي يا جماعه؟ ده السلوك بتاعه كويس. قال لك يا شعبان يا محمد، قال لك اصل العيب في الانيمال، ده الحيوان نفسه اللي مصاب، فالميت اللي نازل منه مصاب، فالملك اللحمه اللي نازله منها مصاب، فالبيض اللي نازل منه مصاب. بصوا السنه بتاعتي يا جماعه خليكم اذكياء، هسمي دول اتنين باللاتيني. كل واحد والله العظيم هتدوق فيها في الكتاب، واسمي دول الخمسه دول واحد باللاتيني. اي مرض فوت بورن في الاولى احتمال ازود الثانيه واحتمال لا. امتى ازود الثانيه؟ في الزينوس. خليك ساكت يا جماعه، اوعى تحط انيمال في الامتحان في الزينوس في اي حته في الدنيا. في ريزرفوار يا دكتور، اوعى تحط انيمال في ريزرفوار، في مود اوف ترانسميشن، في بريفنشن، في اي حاجه في الزينوس. اوعى تجيب سيره انيمال في الامتحان لتجميع الزينوس. انا عرفت انا عجلتها لوحدها ليه بقى؟ لانها لها اهميه خاصه في المنهج. تاني يا جماعه، اوعى تكتب الثانيه في الزينوس. انا بقى عايز عبقري يا جماعه يسمع معايا المود اوف ترانسميشن بتاع السلمونلوزس. زينوزس. يلا يا جماعه لا سمعوا عشان تحفظوا يا جماعه. اقول يا جماعه كونتامينيشن بالايد والدست والفلايز والووتر. ده سمع يا جماعه معانا سمعتوا يا جماعه والووتر والمانيور. ثم يا جماعه يا اما الميت اللي نازله من الانيمال، يا اما الميت اللي نازله من الانيمال، يا اما ها البارا ما بتبيضش. عارف عايز اقول ايه؟
اعرف يا جماعه الريزرفوار لو انيمال نوعه ايه، والا منظرك يبقى وحش في الامتحان، تكتب له فوق بقره وتحت اكزام. لا ما جاش على دي حسن كمان، لا لا مش هوش حاجه، مش هوش حاجه. البيض يا جماعه في المنهج بيجيب مرضين، البيض في المنهج مرضين دي بس، حاجه اسمها ايفيان تي بي، ايفيان اتيور تي بي، مش اي تي بي، ايفيان تي بي. والمرض الثاني يا دكتور، والمرض الثاني سالمونيلا في البويزنج. الاكس في المنهج مرضين، البيض في المنهج مرضين، ايفيان تي بي وسالمونيلا في البويزنج. اوعى تجيب سيره الاكس مع حاجه ثانيه. ايه؟ يا جماعه انا عايز سفرتين اول بيجوا من البيت، ما تدخلش ناس محمد النبي عليه. انا بس عاملين السيوس يا جماعه، تربيه السيوس يا جماعه، اخر الحصه اخر حاجه في الحصه ولا دول ما يجيش. يا جماعه الثانيه دي انيمال، ما تكتبش الثانيه دي مع انيمال. يا جماعه دول ثابتين في اي مرض؟ دول يا جماعه يا جماعه اي يا دكتور يا جماعه، تبصوا التطبيق ده، اي مرض فوت بورن الاولى موجوده، هي القضيه الثانيه موجوده ولا لا؟ طب بصوا يا جماعه المثل ده، طب بصوا المثل ده يا عمر، عمر عمر مرض يا جماعه البوليو شل اطفال زنوز ولا مش زنوز؟ لا ان شاء الله اطفال زنوز يا جماعه، ده انا غلطت يعني، مش زنوز يا جماعه، اكتب الاولى بس. بص يا محمد اهو، طب مرض زي التيفويد مش زنوز الاولى بس، مرض زي السلمونلوز اكتب الاولى والثانيه بس. فهمت الفكره ولا لا؟ لو مرض زنوز اكتب الاثنين، لو مرض مش زنوز اكتب الاولى بس كده. خلاص يا ريس، وانا بقى معاك الاسكيما جايه يا مروه، ربنا يسامحك والله يا مروه، ربنا يسامحك، وبعدها ان شاء الله يشلك. يلا يا جماعه، اول يشلك الاول يا جماعه، بس انا عيباني مع بص يا جماعه، لو جالي يا جماعه مرض، بص يا جماعه الاسكيما اللي جالي يا جماعه، لحظه بقى، الاسكيما اللي جالي على صغرها عبقريه. لو قال لي يا ابني قول لي المود الترانسميشن بتاع التترس، حد يا جماعه فكرني اقول لكم على حاجه بقى، ازاي تعرف المرض اللي هيجي في الامتحان مود الترانسميشن؟ لها طريقه، طب قولها دلوقتي وانت مذاكر في الكتاب. لو لقيت مرض بيتنقل بطريقه واحده مش جاي مود الترانسميشن بتاعته في الامتحان، لو بيتنقل باكتر من طريقه اللي جاي، كل ما المرض يتنقل باكتر من طريقه ده سؤال المود الترانسميشن، كل ما المرض يتنقل بطريقه واحده الدكتور ازاي يجيبه لك ليه؟ يعني لو مرض بيتنقل بالدروبلت بس يجيبه ليه؟ مرض بيتنقل بالدروبلت المفروض بورن وكنت تجيبه. فاهم الفكره ولا لا؟ لو لقيت مرض بيتنقل باكتر من طريقه، ده مهمه جدا المود الترانسميشن بتاعته. بص يا جماعه فخليكم اذكياء برضه، ما الدكتور بيفكر فيها بس دي طريقه. بص يا جماعه، لو طلع المرض بيتنقل بالكونتاكت انفكشن زي التترس هكتبه ازاي؟ بص يا جماعه، اي مرض كونتاكت انفكشن ما دخل من السكين ولا دخل من حد، يقول يا جماعه السكين يعني دخل من السكين، يا لو اتكلمت اكتر من كده حرام عليك والله العظيم. في ثانيه النهارده يا جماعه، تاني العصبيه ان عايز في وقت صغير او نفس اقول في كم في وقت كبير. يا جماعه لو طلع المرض بيتنقل من الكونتاكت انفكشن، اقول له بيدخل من السكين، يا سكين سليم يا سكين دامج المصاب. تعرفها ازاي في الامتحان؟ كل الميكروبات اللي علينا دامج السكين الا واحد بس سكين سليم، السيفلس. يعني كله بيدخل من دامج السكين الا واحد بيدخل من انتكت سكين، السيفلس. يعني لو قال لي اي مرض زي التدرس دامج السكين، الريبس دامج السكين، الجاز جانجرين دامج السكين، قال لي هل كله يا جماعه الا كله، ركز بقى، نوع الدامج يا دكتور كام حاجه، يا اما ووند جرح، يا اما بايت عضه كلب. لو طلع جرح انت ما بين قوسين انواع الجروح. ايه يا دكتور انواع الجروح؟ يا جماعه يا اما جرح جراحي سيرجيكال، يا اما جرح بعد نفاس بيربرال، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ يا اما جرح عند الامبلايكر الصلب بتاع الاطفال يونوتورم بس. تعالى الفها لك لواحد، تعالى الفها يا جماعه لواحد. بص يا جماعه انا هشرح النهارده عصفورين بحاجه، هضرب كذا عصفور بحاجه، مش عايزهم تاني من حصه الانفكشن. كل ما اعرفهم يا دكتور ربنا يسامحك يا دكتور والله. اللي هيفوت حصه النهارده يا جماعه هو الاخصائي عبد الرحمن. بص يا جماعه السبوره، مين هيسمع لي يا جماعه دلوقتي حالا المود اوف ترانسميشن بتاع التترس؟ طب لحظه يا جماعه، انا هقعد ساكت خالص لغايه ما كله يسكت. يا جماعه مين هيسمع يا جماعه المود اوف ترانسميشن بتاع التترس يا جماعه؟ بص يا حافظها ازاي؟ كونتاكت انفكشن، دامج سكين، ووند انفكشن، انواع التترس. انواع الجروح، سيرجيكال تيتنس، تيتنس عادي جرح في الشارع، تيتنس يونوتورم بتاع الاطفال، بيربرا تيتنس. مين هيسمع لي الجاز جانجر؟ نفس الكلام، كونتاكت انفكشن، دامج سكين، ووند انفكشن، انواع الجروح. مين هيسمع لي بتاع الريبس؟ كونتاكت انفكشن، دامج سكين، بايت. هبله جدا، اقول لكم بقى عشان اخلص منها يا جماعه، الفرق بين الجاز جانجر عايزين تبقى ورايا اهو، والتيتنس حاجه واحده بس، ان الجاز جانجر في دي بلاسيريت الووند. اما التيتنس في سمول ووند، ده ليه سؤال في الامتحان عندكم. التيتنس يا جماعه جرح صغير، اما جرح الجاز جانجر دي بلاسيريشن، لحظه. وبالتالي بص يا دكتور بقى، دكتور اسمك ايه؟ لابس لا في جنب، ها؟ ركز بقى مع مصطفى عشان دي معلومه اللي جايه دي مهمه جدا، بص دي مصطفى حاسس مش مركز، دي معلومه مهمه جدا. كل انواع الجروح بتاع الجاز جانجر هي انواع الجروح بتاع التيتنس على جرح واحد. ما ينفعش يبقى في دي بلاسيريشن، فاهم معنى دي بلاسيريشن يا جماعه؟ كان في عضله اتبهدلت. مين الجروح الاربعه اللي انا قلتهم في التدرس ما ينفعش يبقى موجود في الجهاز جانجرين؟ الامبلايكال ستامب. لا عند الامبلايكال ستامب حته ممبرين ما فيش عضله، وبالتالي مستحيل يبقى دي بلاسيريشن. ده حته ممبرين يا عم، ده حته ممبرين امبلايكال كورد. وبالتالي حط كل انواع الجروح بتاع التدرس في الجهاز جانجرين ما عدا الامبلايكال ستامب. حط كل انواع الجروح بتاع التدرس في الجهاز جانجرين، يعني بصوا يا جماعه المرضين وسيله نقلهم واحد ما عدا الامبلايكال ستامب.
المناطير وسيله نقلهم واحد معدل عبد الله الصم، يعني كل حاجه هنا حطها في الجهاز جنب معدل عبد الله الصم. فهمتوا ولا يا شباب؟ كده خلصنا يا جماعه. ده بقى اخر معلومه يا جماعه، لو قال لي يا ابني المود اوف ترانسميشن بتاع الاوزربوت بورن انفكشن اكتب اسم الحشره، يعني مطلوب اسم الحشره. يا نهار اسود، ده في يام سودا بقى جايه يام البقره يا جماعه. وانا عارف في ناس بتكره البقره، عشان تحبوا البقره ولا لا؟ انا والناس اللي بكره البقره برغم ان احب العلم كله، احب العلوم اللي في الدنيا كلها الا البقره عشان حفظ ماده بتقعد مع حفظ اقعد احفظ وخلاص. يا جماعه وعشان ارحمك يا جماعه بالبقره يا جماعه ببساطه، انت عليك حشرتين، يا فليس براغيتا يا موسكيتو ناموس. البرغوت في البليج، اي حاجه غير البليج موسكيتو ناموس. يلا اهو البراغيث يا جماعه موجوده في البليج، اي حاجه غير البليج ناموس. الفليز البلاغين في البليج الطاعون، اي حاجه غير موسكيتو ناموس. كده يا جماعه خلصنا من ده، كده خلصنا يا اسوان يا جماعه. خدت كام سكيمه لغايه دلوقتي؟ كلهم خلاص. دكتوره هعمل معاكم مقلب بسيط يا جماعه. يلا يا جماعه اللي جايبه هعلمكم مهاره على الايتش بس ما تكتبش. يا بصوا اللي هي مكتوبه عندكم السكيم فين؟ مكتوب انت مش عارف كل سكيم، معلش انت هنا في شبين كل سكيم. فالاميونيتي والصاص التابلت، هقول الاميونيتي الحصه الجايه كان نفسي اقولها النهارده والله ربنا يسامحكم. هنقول الصاص التابلت ما عليكش منها يا جماعه غير الايتش السن. ما عليكش منها غير الايتش السن يا جماعه. يا جماعه اللي ما كانش معانا قبل كده بقى يركز. بصوا يا جماعه المرض المتوطن يا دكتوره، المرض المتوطن يبقى عايش في وسطنا ولا مش عايش في وسطنا؟ طبعا اقول لك معلومه بقى يا جماعه، لو لقيت واحد لمحت واحد اللي بيتكلم عايز يسال عيد قول عيد المعلومه مش عايزها يا جماعه. هو المرض المتوطن خمسه بالظبط، هو المرض المتوطن يا جماعه عايش في وسطنا ولا مش في وسطنا؟ عايش في وسطنا يبقى هيصيبنا واحنا صغيرين ولا احنا كبار؟ ما عندناش مناعه، ها واحنا صغيرين مرض جنبنا. يبقى يا جماعه الامراض المتوطنه بتصيبنا في سن صغير. لو المرض متوطن قوي جدا خالص في سن صغير جدا. لو المرض متوطن نص نص اكبر شويه. لو المرض متوطن شويه صغيرين اكبر خالص. انت بتعرف الاعمار ازاي؟ اكتر مرض متوطن في البلد البوليو، يبقى سن 5 سنين. البوليو خطر لغايه 5 سنين. تاني اكتر مرض متوطن يعني اقل شويه الحصبه 10 سنين. بقيه الاعراض كلها 15. يلا اهو. تعرف ازاي بالامتحان؟ لو قال لك يا جماعه البوليو مشهور لغايه سن كام؟ اعلى سن يجي بيه اول 5 سنين. طب الميزلز اعلى سن يجي فيه اول 10 سنين، طب بقيه الامراض اول 15 سنه. يلا عشان تحفظ الاعراض كلها. اكتر مرض متوطن البوليو 5 سنين، ثاني اكتر مرض متوطن الحصبه 10 سنين، بقيه الامراض المتوطنه 15 سنه. طب لحظه بقى خليكم اسكابه، اللي ما كانش معانا قبل كده يركز يا جماعه، تعرف الامراض المتوطنه ازاي؟ اللي لها تطعيم اجباري. هم اشمعنى اختاروا التطعيمات دي في البلد دي يا جماعه؟ عشان دي متوطنه عندنا. يبقى التي بي متوطن عندنا، يبقى المامبس متوطن عندنا، يبقى الروبيلا متوطن عندنا، يبقى الدفتيريا خلاص فاتت معلومه اهم بكتير، يبقى الدفتيريا متوطن عندنا، يبقى تتنس خلاص. اي مرض ليه تطعيم اجباري يبقى متوطن عندنا. انا كده عرفتك السن، بقى لنا معلومه واحده بتاع الاميونيتي اقولها عشان يبقى لنا الحصه الجايه البريفنشن بس، اول حصه مع الانفكشن ان شاء الله، مع الاوكيبيشن ان شاء الله. بصوا يا جماعه التسكيم عامله ازاي؟ كده يبقى برضه نص ساعه كنا احنا اولى بيها، كنت هديكم سكيمه اي بريفنشن تقلبه ازاي. لحظه يا جماعه، لو جالك كيس في الامتحان يا جماعه عليه 20 درجه، بصوا بقى 20 درجه، بصوا بقى افضل يجنوز درجتين، الريزرفوار درجتين، الموت فرنسيشن درجتين، كده كام درجه؟ سيت كلينيكال بيكشر او ديفينشن دايجنوز او اي حاجه صغيره درجتين. اغلبيه الدرجه اكتر من نصها بريفنشن. عشان كده كنت عايز تسكيمه البريفنشن النهارده. يعني ببساطه لو قال لك بريفنشن اوف هو الموضوع كله وصل. يعني اي كيس السؤال الرئيسي فيها اللي عليه اجابه كبيره، كل واحد اجابته سطرين، هنا البريفنشن اجابته صفحتين ثلاثه. كل بركز معايا؟ يا جماعه لو قال لي على الاميونيتي بتاع اي مرض اللي ما كانش معانا ركز معايا، اي مرض المناعه حاجه من الاثنين. يا اما ناتشورال اكوايرد، كله ركز معايا، يا اما ارتفيشال انديوس، قلتها مره قبل كده كله ركز. المناعه الناتشورال معناها بدون تدخل طبي، والمناعه الارتفيشال وهتقول عليها صناعي بتدخل طبي على الدكتور اللي عملها. الناتشورال صفحه يا جماعه كام؟ اللي هو صفحه كام؟ ها؟ 4. المناعه الناتشورال والله العظيم يا لو لقيت واحد انت بذات عمل، لو لقيت واحد يا جماعه اتكلم مع اللي جنبه ثم فقلي فعليه بحرام عليه. يا جماعه تاني ببساطه، لو المناعه ناتشورال اكوايرد معناها بدون تدخل طبي، لو المناعه ارتفيشال بتاخد طب. فكره معانا عملوا كل معلومه 5 مرات كل شويه عايزها. يا جماعه اي مناعه من الاثنين باسيف يعني دخل الجسم انتي بادي، اكتف يعني الجسم اللي كون المناعه دخل الجسم اورجانيزم، والجسم اللي كون المناعه. اي مناعه من الاثنين باسيف، اي مناعه من الاثنين اكتف. بصوا بقى التسكيمه بتاعتي العكريه بتاعتي يا جماعه، قولوا بقى يا جماعه باسيف يعني الجسم سلبي يعني دخل له مناعه جاهز يبقى دخل له انتي بادي. بصوا اي مناعه باسيف انتي بادي، واي مناعه اكتف يعني الجسم اللي كون المناعه يبقى دخل انتيجين يعني اورجانيزم. اي مناعه اكتف في الدنيا انتيجين. بصوا التسكيمه عامله ازاي؟ بصوا بقى التسكيمه عامله ازاي والله العظيم. بصوا يا جماعه انتي بادي عشان باسيف وبدون تدخل طبي يبقى جاي من المصر. متوضحتوا؟ اكتف يعني انتيجين وبدون تدخل طبي يبقى جاي من الحياه انفكشن. اما انتي بادي تدخل طبي يعني حقنه ادمنستريشن. كل بقى ركز معانا ما كانش معانا ازاي. اما انتيجين بتدخل طبي يعني ادمنستريشن، يعني معنى ايه؟ يعني حقنه فيها انتي بادي او حقنه فيها انتيجين. لو الحقنه فيها اسمعوا بقى الاسامي البديله مش موجوده في اي كتاب ولا كتاب. لو الحقنه فيها انتي بادي اسمها سيرو بروفلاكسس. لو الحقنه فيها اورجانيزم اسمها فاكسين.
فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لو الهوم نقاش يا جماعه، لو الانتيبادي جايه من الهوم اسمها ماتيرنالي اكوايرد اميونتي، لو المناعه جايه من الانفكشن اسمها بوست انفكشن اميونتي. لحظه يا جماعه، لحظه يا جماعه، لحظه، لحظه، بصوا يا جماعه، بصوا يا دكتوره معايا، دكتوره ما احتمالات، بصوا يا دكتوره معايا، انتوا القاعه دي يا جماعه فيها 1000 واحد بس، اهو معظمكم، او خلينا كلكم، خلينا كلكم، كلكم عندكم مناعه ضد الحصبه. ما احتمالات المناعه ضد الحصبه؟ اربعه، يا جايه من الام، يا جايه من الانفكشن، يا خدتها حقنه فيها انتي بادي، يا جايه من التطعيم. لحظه، تعرفها ازاي في المنهج؟ جميع الامراض لها اربعه الا، يلا اهو، جميع الامراض لها اربعه الا، مش هقول المرض غير واحده بس، اكتبها ورايا واحده اهو، لا مفيش كده، معاك كده احسن منها. جميع الامراض لها ماتيرنال اكوايرد اميونيتي، مناعه جايه من الام. ده سؤال لازم يجي في امتحان كل سنه، الا اثنين، مين الاثنين يا جماعه ملوش مناعه جايه من الام؟ مين المرضين اللي ما ينفعش يبقى لهم مناعه جايه من الام؟ يعني الام عندها انتي بادي متورث ابنها، لو عندها مناعه انتي دي عشان سلم دي السلم ده عشان بس. مين الثاني؟ الار جي ام. مين بقى الار جي ام؟ برطاس، والبرطاس عشان ار جي ام. المرضين اللي ما ينفعش الام تورث مناعه ابنها تبقى معاها بيجي ترسيل الامتحان، انتي دي عشان سلم دي اميونيتي، والبرطاس عشان ار جي ام. باقي لي ايه بقى يا جماعه؟ بصوا بقى، باقي لي ما ينفعش اقول النهارده خالص يا جماعه، عندك ايه شمس يا جماعه؟ باقي لي بقى؟ باقي لي اعرفك مين الامراض اللي ما لهاش سيرو ومين الامراض اللي ما لهاش فاكسين. يعني مش كل ما اصبر اصبر اصبر، في امراض ما لهاش سيرو وفي امراض ما لهاش فاكسين. مرافق سكيبت البريفنشن، اقول بس اولها، اقول اولها بس. انا ضمناها. مين اللي قال لك ايه؟ هديكم اولها بس البريفنشن ثلاثه. ايه؟ طب يا جماعه، طب النهارده حرام. بصوا يا جماعه، طب لحظه يا جماعه، لحظه يا بنات، بنات طب اسمعوا، اسمعوا يا جماعه، اسمعوا بس، اسمعوا يا بنات، بنات اسمعوا بس، يا بنات اسمعوا بس. لو فوجئت بمفاجاه انا ما اعرفهاش قولوا لي قبلها يا جماعه على الاقل.